أبناؤه لبى الجميع أجل بلا استثناء. دخلنا في مواجهة حاسمة وغير متكافئة. سلاحنا الإيمان والعزم، شعارنا النصر أو الموت، غايتنا حماية حوزتنا الترابية، صون وحدتنا، تسيير شؤوننا بأنفسنا. بطبيعة الحال لم يكن الطريق مفروشا بالورود، ولم تكن الرحلة دعوة مفتوحة للسياحة ولا للتمتع بمناظر أرضنا الخلابة. سالت دماء الأشاوس وانهمرت الدموع وانسكبت العبرات دررا على حصان الطاهر. أيها السادة، هذه الصور تأتيكم حية على الهواء هنا من ميدان العرض العسكري الكبير المقام هنا في نواكشوط، احتفاء بمرور 60 سنة على الاستقلال الوطني. إذن على بركة الله يبدأ هذا العرض. زميل مختار بابا، مشاعر الحب والولاء والوفاء والعرفان الذي يكنه أبناء شنقيط لقواتنا المسلحة العسكرية والأمنية. لحظات وتبدأ فعاليات هذا العرض العسكري المهيب دون في الصورة. مختار، الآن على الشاشة بدأ العرض الجوي، وقد شاهدنا 3 طائرات تتقدمها طائرات من نوع كاسا 235، وهي طائرة نقل واستطلاع، أليس كذلك؟ هو كذلك، تتقدمها طائرة نقل واستطلاع، إضافة إلى قابليتها لنقل الجنود والعتاد. ترافق هذه الطائرة طائرة سيبرتيكانو، وهي طائرات برازي الصنع. الآن نشاهد 3 طائرات من نوع أسف ديسا 260 تابعة للمدرسة العسكرية الطيران بأطار، وهي طائرات إيطالية صنع معروفة بفعاليتها وملائمتها. نحن رايد النيد والعباب من الجيش الجوي. الآن نحن في المرحلة الثانية، نشاهد كذلك 3 طائرات المرحلة الأخيرة. نعم، من نوع المرحلة الأخيرة 3 طائرات من نوع أسف 260. هو كذلك، هاي الطائرات معروفة بفعاليتها وملائمتها التدريب والتكوين الأولي في مجال الطيران. إذن بطبيعة الحال بعد مشاهدة هذه المرحلة هناك شروع في الاستعراض العسكري، وبطبيعة الحال تقدمه مروحية عسكرية تحمل العلم الوطني. أطلب من المخرج أن يوجه الكاميرات مجددا، نشاهدها عن بعد أعتقد. إذن هي طائرة تحمل العلم الوطني، مروحية تابعة للسلاح الجو الموريتاني من نوع AW109E، وهي إيطالية الصنع كذلك. نعم، هو كذلك. إذا يبدأ العرض العسكري، تتقدمه مروحية تحمل العلم الوطني، وهي مروحية تابعة لسلاح الجو الموريتاني من نوع AW109E إيطالية الصنع. وبالإضافة إلى مهام المروحية التقليدية، هي قادرة على المشاركة بفعالية عالية بالمناورات العسكرية التكتيكية نظرا لتسليحها المتعدد. إذن الرايد النيد بالفعل شاهدنا هذه الطائرة مجددا، نشاهدها تحمل العلم الوطني مؤذنة بالشروع في الاستعراض العسكري. كما أشرتم هي من نوع AW109E إيطالية الصنع، وهي حسب معلوماتي بمعنى نوعية الطائرات AW109 انتجت سنة 1971 ودخلت الخدمة سنة 1976. إذن الآن العلم يرفرف والطائرة تمر بتؤدة مؤذنة بالشروع في محطات وجزئيات هذا العرض الكبير. إذن ذكرى سريعة الرايد نيد ومعطيات بخصوص سلاحنا الجوي. لا بأس إذن أن نذكر نبذة تاريخية عن سلاحنا الجوي. قد تم إنشاؤه في فاتح أكتوبر من 1962، أصبح فيما بعد في فاتح أبريل
أصبح تجمع يسمى وحدة إدارية، وفي نفس الشهر من سنة 86 أصبح وحدة مستقلة. أما في 14 أغسطس من سنة 2014 نتيجة مقرر رقم 1439 وزارة الدفاع الوطني أصبحت المديرية أركان الجيش الجوي. إذن المختار أعتقد نعم أن الصور بالفعل نعم نشاهد في الشاشة جموع عريضة من المواطنين اصطفوا على جنبات الطريق طولا وعرضا، وقلوبهم تنبض حبا وولاء لوطنهم الجميل وللجيش الموريتاني الباسل، إشادة وتنويها بالدور الريادي الذي يطلع به في بناء حاضر الوطن وصياغة مستقبله الواعد. إذا نشاهد الآن على الشاشة وحدة موسيقى القوات المسلحة وهي تقترب رويدا رويدا من المنصة المنصوبة هنا بميدان العرض الكبير. طبيعة الحال الموسيقى أنشئت القوات المسلحة في 11 إبريل سنة 1962 وواكبت أحداث كبيرة وهي نواة لتشكيلة موسيقى القوات المسلحة. إذن الملازم محمد محمود العبدي من الجيش الوطني، ماذا بخصوص هذه الوحدة؟ هذه الوحدة من أهم مميزاتها ومهامها أنها موسيقى القوات المسلحة، هي وحدة للموسيقى تتميز ببذلتها الأنيقة ذات اللونين الأزرق والأحمر ومختلف آلات العزف والإيقاع التي تستخدم في حفلات الاستعراض والتشريفات، وتكلف بعزف نشيد وطني وألحان نسير، وتحضر التظاهرات الوطنية والحفلات الرسمية، وتشارك في استقبال الوفود الرئاسية وإنعاش الحفلات العسكرية مواكبة حياة العسكريين في الثكنات وتنفيذ معزوفات التمارين الاستعراضية. إذن مرة أخرى نحيي الشعب الموريتاني تحية عطرة، نحيي هذه البذلة العسكرية المزرخشة بنياشين الشهامة التي طالما أيقظت مشاعر وأنقلت حياة، تحية إجلال وتقدير لزلزلة الأرض تحت أقدامكم الراسخة، تحية لكم من كل موريتاني مخلص يؤمن بالوطن وطنا، منا لكم السلام والإجلال ولنا منكم القدوة والصحبة والمهل. على الشاشة وحدة الموسيقى العسكرية، وقد قدم الملازم محمد محمود بعض المعطيات الخاصة بها فقط تأصيلا لتاريخ الموسيقى العسكرية بشكل عام. تنبغي الإشارة إلى أن الآلات الموسيقية استخدمت منذ القدم في استنهاض همم الجنود وإثارة حماسهم في المعارك، ويتحدث المؤرخون في هذا المنحى عن تأخر ظهور فرق موسيقية عسكرية إلى غاية القرن الرابع عشر الذي أصبحت خلاله الفرق الموسيقية مكونة أساسية في الجيوش لها مهام ووظائف عديدة. ويحيل بعض الباحثين إلى صدارة الدولة العثمانية لتاريخ الموسيقى العسكرية قبل بدء تجربة أوروبا وأمريكا في القرن السابع عشر الميلادي. في المبتدأ كان الهدف متمثلا في ضبط مسيرة الجيش وتوجيهه لخوض المعارك. إذن بشكل سريع أحيل إلى المقدم ليف محمد حيمد من الجيش الوطني. Donc le général de brigade Mokhtar Oulbelle Chaban, commandant des troupes, commandant du. إذا الآن نشاهد على الشاشة اللواء المختار بلة شعبان، وهو قائد الأركان العامة للجيوش المساعد، وهو المشرف الفعلي على تنظيم هذا العرض، يؤدي
التحية والسلام للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية السيد محمد بول الشيخ الغزواني. اللواء المختار بول شعبان التحق بالقوات المسلحة سنة 1989 وأدى الدورات العسكرية 79 وأدى جميع الدورات العسكرية بما فيها دورة الأركان ودورة الدراسات الحربية العليا. شغل عدة وظائف ومناصب عسكرية وأمنية من بينها المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق، ويشغل الآن منصب قائد الأركان العامة للجيوش المساعد، وتدرج في الرتب العسكرية وهو الآن برتبة لواء. Donc nous avons vu le passage du chef du commandant des troupes, le général de brigade Mokhtar Oulboul Chaban. Il est titulaire d'un cours d'état-major d'études militaires supérieures. Il a occupé plusieurs fonctions militaires et sécuritaires, dont la dernière est directeur du général du groupement de la sécurité routière. Décoration, donc chevalier de l'ordre du mérite national, officier du mérite national. إذن بعد استئذان الأركان العام الجيش المساعد المشرف الفعلي العظيم هذا العرض. طبعا تمر وحدة العلم الوطني بألوانه وهي تخلد استشهاد من دافعوا الترابية من شهداء المقاومة وشهداء الجيش الوطني. الآن تمر أمامنا وحدة الثانوية العسكرية مشرفة 17 فبراير 2009. ماذا عن هذه منشئة الثانوية العسكرية 102 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2009، وهي مؤسسة تربوية تخضع للسلطات المباشرة لقائد الأركان العامة للجيوش، وتتبع المناهج المعتمدة لدى وزارة التهذيب الوطني. شهدت الثانوية في السنوات الأخيرة طفرة نوعية من حيث النتائج المحققة، حيث كانت نسبة النجاح 100% في شهادة البكالوريا وشهادة خاتم الدروس الإعدادية، كما شهدت تحسنا ملحوظا على مستوى البنى التحتية فيما يتعلق باستحداث وتحديث وتوسعة وتأثيث وتهيئة المباني والمساحات. Le lycée militaire a été créé par décision du ministère de la Défense nationale en date février, 17 février 2009. C'est une institution pédagogique pour la formation des qui suit directement l'état-major national. Nous avons maintenant le passage de l'école militaire interarmes, qui est une école de formation des officiers et qui a à sa نحن الآن أمام المدرسة العسكرية المختلفة الأسلحة، ليس كذلك؟ متعددة التقنيات. المدرسة العليا متعددة التقنيات على الشاشة الآن. نعم، هو كذلك. إذا بالنسبة للمدرسة العليا متعددة التقنيات، معلومات سريعة عنها ملازم. المدرسة العليا متعددة التقنيات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتبع من الناحية التنظيمية والاستخدام لقائد الأركان العامة للجيوش، حلت محل مدرسة التقنيات الجديدة واستطاعت أن ترفع من نوعية مستواها التعليمي لتصبح بذلك مدرسة كبرى للمهندسين. تتميز المدرسة العليا متعددة التقنيات بتوفير تكوين نخبوي صالم وعالي مهندسين وباحثين. نعم مشاهدينا الكرام، تتابعون بالصورة والصوت مباشرة من ميدان الاستعراض هذه الاستعراضات العسكرية التي تجري. نعم الآن على الشاشة المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة الملازمة، معلومات سريعة عن هذه المدرسة. المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة أنشئت المدرسة العسكرية بموجب المرسوم 2 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 1976 والمعدل بالمرسوم 73 بتاريخ 18 أغسطس 1977،
وأعيد تنظيم المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 10 أغسطس 1983. تقوم المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بالمهام التالية: تكوين طلبة الضباط العاملين على مدى 3 سنوات، وتكوين عسكري قاعدي للفئات التالية: مهندسين، أطباء، إداريين، ضباط جمارك إلى آخره، وتكوين الضباط الأعوان من خلال دورة تطبيق والتمهر وتنظيم ملتقيات ودورات لتحسين الخبرات، وكذلك نشر الوثائق والمراجع. قامت المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة منذ نشأتها بتكوين 38 دفعة من الطلبة الضباط العاملين، وتكوين 19 دفعة من الطلبة ضباط صف العاملين، وتحويل ضباط احتياط إلى ضباط عاملين، تكوين 48 دفعة من دورات التمهر، وتكوين طلبة ضباط عاملين من دول صديقة: مالي مثلا، والنيجر، وساحل العاج. إذن ما زلنا نشاهد ربما صور أخيرة من المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، ونشاهد الآن عن قرب المدرسة العسكرية للطيران. وكذلك نعم، هو كذلك أنشئت المدرسة العسكرية للطيران بتاريخ 16 يونيو 2010 بقرار وزاري رقم 430، وذلك من أجل تأمين الكادر البشري في مختلف التخصصات ذات الصلة بعلوم الطيران، بدءا بالتكوين الأساسي للطيران وانتهاء بتكوين الطيارين المدربين المقاتلين وطياري النقل وطياري الحوامات، بالإضافة طبعا إلى تكوين الفنيين في كل التخصصات المرتبطة بعلوم الطيران. كما تقوم المدرسة بتنظيم دورات تدريبية لصالح أفراد سلاح الجو وبعض أفراد الوحدات الأمامية في مهمتي الإسناد الجوي وتوجيه الطائرات. لذلك تمحورت الجهود من أجل الوصول إلى المسعى الذي يدخل في إطار تحقيق هدفي، هدف وطني سام، يتمثل في ضمان اكتفاء ذاتي من الكفاءات البشرية في مجال الطيران العسكري، فضلا على أنه سيسمح بترشيد النفقات التي كانت تخصص لتكوين أفراد سلاح الجو في الخارج. إذا تمكنت المدرسة مؤخرا من تكوين عدة فنيين لصالح الموريتانيا للطيران التي هي في أمس الحاجة لتكوين كادر بشري متخصص يضمن استمرارها وصيانة أسطولها، وذلك كله محليا وبإشراف كفاءات وطنية صرفة. كما بدأت باستقبال المتدربين من الدول الصديقة والشقيقة مالي مثلا، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي بين البلدان الصديقة. إذا نفس الصور، وأعتقد أننا نقترب من المربعات الخاصة والمربع الخاص بالمدرسة الوطنية لأعوان الصحة، أليس كذلك؟ نعم، قريبا تبدأ عرض وحدات المدرسة الوطنية لأعوان الصحة. قبل ذلك نواصل الاستمتاع بهذا المشهد، هذه اللوحة الفنية الرائعة التي رسمها. نعم، الآن أمامنا صور للأكاديمية البحرية، وهي أكاديمية تم إنشاؤها سنة 2014. معلومات سريعة من قبل النقيب البحري عبد الرحمن والدبدوب. نعم، هو كذلك تم إنشاؤها سنة 2014 بعد أن تم إدماج المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد التي كانت تقوم بتكوين أفراد الصيد ومركز التكوين البحري الذي كان يكون ضباط الصف من البحرية الوطنية. تضم الأكاديمية البحرية المدرسة العليا لتكوين الضباط، معهد عالي لعلوم البحار مسؤول عن تدريب المديرين ووكلاء الإدارة العامة والخاصة في القطاع البحري والبحث العلمي. كما تضم أيضا مركز تدريب بحري مخصص لتدريب ضباط الصف البحرية الوطنية وخضر السواحل، ومركز تأهيل وتدريب لصناعة الصيد. إذا مهمة الأكاديمية البحرية هي توفير التعليم العالي العام والعلمي والفني لتكوين ضباط البحرية الوطنية وخضر السواحل الموريتاني والبحرية التجارية والصيد والموانئ. إذا نفس الصور دائما، هذه المربعات تابعة لنفس الأكاديمية. إذا الآن نصل إلى مربعات أخرى. بطبيعة الحال يرينا المخرج صور بعيدة، نود التعليق فقط على المربعات التي تمر حاليا أمام
المنصة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. إذن تبدأ مربعات وعرض الدرك الوطني الراجل بتشكيلات راجلة من المدرسة من مدرسة الدرك الوطني معدة الأجيال ومنبع الخبرة، حيث أثبتت ذلك منذ إنشاءها سنة 1964 وإلى اليوم عبر تخريج دفعات من عناصر الدرك أكفاء وقادرين على أداء مختلف المهام. إذن هذه السنة تتميز بمشاركة مميزة وخاصة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث تحتضن المدرسة هذه الدفعة الخامسة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، والتي تضم 471 متدربا بينها 178 فتاة من عدة تخصصات كالقضاء كالقضاة وكوادر الإدارة المالية ومفتشي الشغل ومراقبيه. إذن مرور يتميز هذه السنة بالمشاركة النسوية، يعني يتقدم المدرسة يتوسط المدرسة مربع خاص بالعنصر النسوي، يتلقى الطلاب تكوينا عسكريا بالنسبة لطلاب المدرسة الوطنية للإدارة تكوينا عسكريا لديهم وجعلهم ملمين بأدوار مختلف الأسلاك العسكرية وقادرين على التواصل معها في العمل اليومي للإدارة. كذلك بالنسبة للإداريين يتم تكوينهم ابتداء من مدرسة الجندي والتي يتلقون فيها تكوينا عسكريا عاما وتدريبا على الأسلحة والرماية والنظام المنظم والحياة الجماعية والتكوين البدني والرياضي. إذن نفس المربعات دائما تابعة للدرك. والآن يصل مربع للدرك من الدرك الإقليمي، حيث يتميز الدرك الإقليمي بانتشاره الواسع على كافة التراب الوطني ومهامه المختلفة. ويمر أمامنا الآن مربع من الدرك سرية من الدرك المتنقل، والتي تمثل الوحدات التي تشارك في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. نشير إلى أن أداء هذه الوحدات كان محط إشادة وموضع إشادة من مختلف قيادات المنظمة، وهو ما جعل الطلب عليها وإرسال مزيد من الوحدات لتمثيل بلادنا، حيث قدمت تضحيات جسام جعلت علمنا يرفرف خفاقا في المسرح الأممي. إذن لا تفوتنا الفرصة على نستحضر عمل هذه الوحدات لنترحم مقدم البخاري شهدائنا الذين سقطوا في ساحة الشرف. مقدم البخاري عبد العزيز من الدرك الوطني، شكرا على تقديم معلومات عن مربعات الدرك. الآن أمامنا صور أعتقد تابعة للحرس الوطني، أليس كذلك؟ نعم، هذا تشكيل المسير الحرس الوطني تقدمه ضابط المشرف على المسير العقيد عبد الرحمن السيد أحمد ملقب الشامخ، وتليه مباشرة سرية من الجمالة. الجمالة هي أول تشكيلة عسكرية تظهر في البلاد بطابع وطني. جمالة الحرس الوطني تم إنشاؤها 1994 لمكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة، وبعد ذلك أصبحت تطلع بمهمة حفظ النظام والشرطة الإدارية وحتى الشرطة القضائية، وتقوم الآن بدور هام في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأشرفت على إنشاء عديد من الأبار والمنشآت في منطقة الواقعة بين ولاتة وتيشيت. وبعد ذلك نرى سرية من تجمع الأمن الخاص رقم 1، هذا التجمع الذي تم إنشاؤه 2007 ويقوم بحفظ النظام على امتداد التراب الوطني، ومعروف أنه منذ سنوات يقوم بدوريات على مستوى نواكشوط الجنوبية، وتمكن من توقيف العديد من المجرمين والعصابات وضبط كميات معتبرة من المخدرات والأسلحة البيضاء. وبعد ذلك نرى سرية من تجمع حفظ النظام والقتال رقم 2 الذي يتواجد في مدينة كيفة ويقوم بمهام حفظ النظام والمهام القتالية، وقد شارك إلى جنبي في بجدارة وبنجاح في عملية غلق الحدود خلال جائحة كورونا الماضية،
ظل يقوم بالمهام القتالية ومهام حفظ النظام بكل جدارة. و إذن شكرا جزيلا للعقيد أحمد سالم الكبيل من الحرس الوطني، وأعتقد الآن أننا نقترب من مربعات الشرطة الوطنية، وسنطلب مزيد من المعلومات من قبل المفوض علي مولاي العباس. مفوض. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أمامنا الآن مربع تابع لإدارة الأمن من المدرسة الوطنية للشرطة، وهي مدرسة تم إنشاؤها سنة 1968 بعد أن ظلت 8 سنوات مركزا لتدريب أفراد الشرطة الوطنية. تكلف هذه المدرسة بالتكوين القاعدي لجميع مختلف أسلاك الشرطة، كذلك بالتكوين المستمر والتدريب المتخصص لكافة أسلاك الشرطة اعتبارا من وكيل وضابط صف إلى مرحلة الضباط. خرجت هذه المدرسة دفعا كثيرة من الشرطة الوطنية. هذا المربع وحدة الأمن العام، وهي مكون أساسي من المديرية العامة للأمن الوطني، تم إنشاؤها سنة 1960. تمثل الوجهة المرئية لجهاز الأمن، وتكلف بالسهر على أمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم من خلال العمل الوقائي. تقوم بتفويت الفرصة على المجرمين من خلال الدوريات الراجلة والدوريات الراكبة. أمامنا الآن التجمع العام لسرايا حفظ النظام، وهو مكلف بحفظ وإعادة حفظ النظام على كافة التراب الوطني، عفواً على مستوى نواكشوط ونواذب وبعض الولايات الأخرى. من مهامه التسيير الديمقراطي لمظاهر الاحتجاجات وتعطير التظاهرات والمسيرات المأذونة والتصدي لأعمال الشغب والفوضى. تم إنشاء هذا التجمع سنة 1991. نعم، كما تتابعون مشاهدي قناة الموريتانية في كل مكان، تؤكد هذه العروض المتناسقة وذاك الانضباط وهذا الحضور اللافت أن المؤسسة العسكرية تبقى دائما المدرسة العليا الوطنية وميدانا للتضحية والنضال من أجل موريتانيا. وقد جاء انشاء التجمع المطلوب رقم 32/2010 تلبية لمتطلبات النظام الأمن واستجابة لضرورة تدعيم دولة القانون والمؤسسات. أسندت بهذه الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية جملة مهام بينها المراقبة الحضرية للسيارات، مراقبة المحاور على امتداد التراب الوطني، مراقبة حمولة السيارات عند المحور بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالنقل، إضافة إلى مراقبة النظم الخاصة بأمن الطرق. هناك أيضا مراقبة الوثائق الصادرة في مجال حركة المرور والنقل الطرقي. إذن على الشاشة الآن صور أعتقد لمغاوير مشاة البحرية، أليس كذلك؟ نحن الآن أمامنا مربع شرطة مكافحة الإرهاب، وهي وحدة أنشئت سنة 2008 متخصصة في مكافحة الأعمال الإرهابية. هي الآن تقدم مربع سيقوم بحركات عسكرية مشية خاصة تعكس مستوى اللياقة البدنية والقدرات القتالية المطلوبة لمواجهة المهام المعقدة والخطيرة. تشاهدون
مع الالتفات للجاهين باستثناء الركل الدليل ويصاحب ورفع الرجل الى الاعلى وعودتها بقوه الى الارض والصدر ثابت. تشاهدون صوت والصوره تشاهدون الان لو سمحت صوت الصوره تحدث البخاري. إذا كان على الصورة قائد التشكيلات المحمولة الذي تتبعه سرية مرافقات من تجمع سرايا الأمن والمرافقات، وهي وحدة مكلفة بخدمة الشرف وأمن ومرافقة رئيس الجمهورية، إضافة إلى مرافقة الشخصيات الوطنية والدولية السامية عند إقامتهم وأثناء تنقلاتهم. وهي اليوم ممثلة بدراجات نارية متطورة وبسيارات فخمة مخصصة لذات الغرض. إذن ما زلنا نشاهد بداية هذه السرية مع الدراجات النارية، والآن مع السيارات المرافقات. نشير إلى أن هذه الوحدة مرت ومنذ نشأتها بعدة مراحل. في عام 61 كانت عبارة عن فصيلة، وفي 67 تم تحويلها إلى سرية للمرافقات،
وفي 78 20 اغسطس صارت مجموعة سرايا الامن والمرافقات، يعني المجموعة صارت تضم عدة سرايا. تعتبر هاي الوحدة التي تتمركز هنا في نواكشوط من الوحدات المتخصصة والاكثر حضورا في الخدمة، حيث يتحلى افرادها بالكثير من التمرس والخبرة وامتلاك مهارات التعاون مع كل الوضعيات والاشكاليات البروتوكولية، والحفاظ كذلك على المظهر الأنيق الذي يجب أن يكون عليه ممثل البروتوكول. إذن دائما هذه سرايا الشرف تعكس مدى تقدم وتطور السلاح، يعني تكون واجهة فعلية وتنم عن مدى التطور الذي وصل إليه السلاح، وتعطي صورة ناصعة وصورة عن 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 هذا عن سلاح الدرك الوطني. إذا ما زلنا نشاهد مرور هذه السرية بمختلف فصائلها. إذا المقدم البخاري بطبيعة الحال سنتابع هذه الصور الخاصة بالتشكيلات المحمولة التابعة للدرك الوطني، نضيف بعض المعلومات السريعة للمختار. نعم، فقط لا بأس لو تحدثنا عن المشهد العام الذي يخيم على العاصمة هذه اللحظات. كما تشاهدون مشاهد عفوية وخروج تلقائي للمواطنين شيبا وشبابا، رجالا ونساء خرجوا جميعا من ساعات الصباح الأولى إلى ميدان العرض العسكري إلى هذا الحفل. إنما هذا الخروج يعتبر تعبير صادق عن تعلق المواطنين جميعهم بجيشهم العصامي الجلد. المواطن اليوم ممتن، كما تعلم زميلي تقي الله، المواطن اليوم ممتن لما عرفته المؤسسة العسكرية مؤخرا من تطور ملحوظ في العدة والعدد والعتاد وفي اللياقة البدنية، في الخبرة، في التضحية وفي الاستعداد واليقظة. بخاري، معلومة سريعة عن هذه السرية التي تمر الآن قبل مواصلة. إذن هذه السرية تمثل أمن محاور الطرق الكبرى، أي سرية مكلفة بمهمة تأمين خطوط المحاور الرئيسية الرابطة بين مدننا وبين ولاياتنا، وتأمين الظروف الملائمة لتنقل الأشخاص والبضائع. إذن هذه السرية تتمثل كما نشاهد إلى وحدة نظام مرور تقليدي، أي التفتيش، وحدة للتفتيش ومعاينة المخالفات المرورية. بعدين المقدم البخاري يضيف بعض المعطيات لا تفصل بالذكرى 60 للاستقلال، لا تفصل بهذا الحدث الوطني الكبير اليوم. في سابقة من نوعها تم توشيح شخصيات أسرية مثلت مجاهدين وقفوا في مواجهة المستعمر، بذلوا أرواحهم دفاعا عن الحوزة الترابية. نتحدث مثلا عن المجاهد سيدي مولاي زين، وهو علم من أعلام المقاومة الشجعان، نذر نفسه لدفاع المستعمر حيث كان قائدا لأخطر معركة الجهاد في موريتانيا وأكثرها نوعية، إذ قاد مفردة قليلة من المجاهدين لا تزيد على 20، وهاجم بها قلعة تجكجة التي كانت بها قاعدة عسكرية تربو على 500 مقاتل لديهم الأسلحة الرشاشة والمدفعية الثقيلة. فقد المقاومون على كفلان وبعض الضباط، وكان شهيد المعركة التي قادها مع 4 من زملائه المجاهدين. سأضيف معلوماتك ليفتح قوس المقدم البخاري لتعريف مختصر بما نشاهدنا على الشاشة. نعم، هذه نواصل مع سرية أمن محاور الطرق الكبرى، وهناك تظهر على الشاشة هذه السرية التي هي سرية للوقاية مع الشاشات وليد ولي أعطى معلومات عن الطريق للمستخدمين. ويبدو أن هذه التكنولوجية يجب أن يكون المواطن على دراية بها وعلى يعني يكون لديه وعي في هذه المعلومات التي تقدمها هذه الشاشات التي تكون على سيارات الدوريات. مواصلة لحديثنا عن شخصيات المقاومة،
كنت قد قدمت معطيات سريعة عن المجاهد سيدي والمولاي زين. طبعا هذه التكجة معروفة، وهذا استحضار وارد، هذا وفاء وإخلاص لمن بذلوا أنفسهم دفاعا عن الثوابت، دفاعا عن الأرض، دفاعا عن الدين. إذن أعطي المقدم لف محمد حيمد لتقديم معطيات سريعة عن بعض الشخصيات التي أبلت بلاء حسنا في المقاومة. Voilà, pour la commémoration de ce 60e anniversaire, les autorités nationales ont voulu donner un éclat particulier et rendre hommage et une reconnaissance particulière aux résistants de la première heure. Et j'en veux pour preuve le Moujahid Mohamed Mokhtar Oud al-Hamid, qui était réputé un peu le chevalier, un érudit doublé d'une intelligence inouïe qu'il a su utiliser contre les Français. Le premier d'entre eux fut Xavier Coppolani, dont il parvint à obtenir la totale confiance après lui avoir affirmé sa loyauté pour les Français. En contrepartie de cette loyauté factice, il obtiendra 500 fusils qu'il finira par utiliser contre eux. Donc c'est cette prouesse-là dont ont fait preuve plusieurs moujahides, dont Sidi Oul Moulay Zain, qui était son compagnon. Ce n'est qu'après la mort de Sidi Oul Moulay Zain que les Français commencèrent à douter de sa loyauté, compte tenu de sa tristesse apparente et de sa lecture de la Fatiha sur l'âme du défunt. إذن على الشاشة الآن دائما الوحدات المحمولة التابعة للدرك الوطني. إضافة سريعة للمقدم البخاري. نعم، هذه تمر أمامنا الآن سرية تمثل الدرك المتنقل وهو يمثل والذي يسر على حفظ النظام وإعادة حفظه والمشاركة في الدفاع عن الحوزة الترابية، ويشارك من خلال هذا في هذا العرض في سرايا تتطلع بمهام الحفاظ عن النظام، حيث تعمل دورياتها وعناصرها في كل وقت على فصل من مراقبة السكينة في الأحياء والسهر على الصحة العامة. إذا بين الشرطة قد البخاري بين الفينة والأخرى سنتحدث عن بعض الشخصيات. أعطينا معلومات سريعة عن المجاهد سيدي المولاي زين. سنتحدث باختصار إن سمح الوقت عن مؤسس دار الفلاح الحاج محمود بار. سنتحدث كذلك عن حياة الأمير البطل المجاهد بكار السيد أحمد، الأمير المجاهد السيد أحمد والأحمد العيدة، و تحدث كذلك عن المجاهد محمد والسيد أحمد، مجاهد الشيخ والعبدوكة، المجاهد محمد المختار والحامد، وقد قدمتم بعض المعطيات عنه قبل لحظات. وسنتحدث كذلك عن العالم والشاعر الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي، إن سمح الوقت. نعم زميل تقي الله، حقيقة مشهد رائع إن جاز لنا الوصف، حق لكل مواطن موريتاني في هذا اليوم السعيد أن يحتفي ويحتفل بهذه المناسبة السنوية المجيدة. إنه يوم مبارك في حياة كل الموريتانيين، يزدهي بمعاني الاستقلال والرفعة، يكبر الوطن يوما بعد يوم، يتقدم بعزم وثبات، يتجدد العطاء والنهوض في دولة المؤسسات والحريات والقانون. هكذا إذن تمضي الأيام تلو الأيام والسنون تلو السنين، ويبقى على جبين كل جندي شعار الجيش معصم على ساعة الوطن، وأجهزة أمنية على العهد، عين ترعى أمن البلاد، ويد تحمي كل ذرة تراب. حقيقة يوم عطر، يوم يعجز التعبير عن وصفه. إذن ما زالت هذه الصور، شكرا مختار، أعتقد الصور دائما تابعة للوحدات المحمولة للدرك. المقدم البخاري، إضافة سريعة. نعم، قبل ذلك هذه السرية التي أمامنا هي سرية لإعادة حفظ النظام، حيث تعمل وحدات هذه السرية على التي تلقت تدريب خاص، وتمتاز وحدات فعالية وذات شوية، حيث يكون دورها عادة دورا ردعيا قبل التدخل، ويمكنها المحاولة
المشاركة بمختلف الظروف وفي أي منطقة من البلاد، سواء تعلق الأمر بالحضر والأرياف وفي الوقت الحياتي والناسي. أي الوحدات لا تتواجد إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لتحقيق أعمال الشغب والإذاعات بهدف حماية الأرواح والممتلكات. إذن ما زالت فصائل هذه إذن فصائل التشكيلات المحمولة للدرك الوطني. شكرا للمقدم البخاري، لنا عودة لكم مجددا. طبعا ليس شاذا ان نتحدث عن شخصيات المقاومه ونحن نستعرض هذه الصور، ليس شاذا ان نربط ماضي هذه الامه بحاضرها. اشرت مثلا الى شخصيه الحاج محمود باه، شخصيه وطنيه معروفه، وهو مولود سنه 26 300 للهجرة في مدينة جول قرب مدينة كيهيدي على الضفة اليمنى من نهر السنغال. وطبعا الحال على تضارب التاريخ منذ صغر الرجل ونشأته الأولى بدأت تستهويها العلوم الإسلامية لينتقل إلى محضرة تعلم فيها القرآن، فحفظه خلال 4 أعوام يتوجه بعد ذلك إلى محضرة عبد الفتاح السقطي في دقانق. وبعد أن تم دراساته الشرعية فيها قرر الحج، إحدى حجه مشهورة، وتجاوز إلى مراحل أخرى في حياته وتبيان حفاظه على الهوية الإسلامية لأجيال الضفة والأقاليم الإفريقية المجاورة. ومن المعلوم أن الرئيس مختار الداداه رحمه الله عين الحاج محمود باه مستشارا للشؤون الإسلامية في رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تاريخ وفاته سنة 78 900 رحمه الله برحمته الواسعة. المقدم إضافة سريعة. À la mémoire de ces héros qui ont combattu pour que les habitants de cette terre recouvrent leur liberté et s'éloignent à jamais d'une acculturation qui risquait de leur faire perdre à jamais leur région ainsi que leurs ressources cultives ancestrales. Ainsi, pour réhabiliter leur mémoire et en guise de reconnaissance de leur sacrifice, des martyrs dont les noms ont été décorés à titre posthume. C'est ça, Mohamed Oulsid Ahmed. L'initiateur des écoles de Balah Al-Hajj Mahmoud Ba, l'émir résistant Sid Ahmed ou Ahmed Aïti, l'initiateur de Moulay Zayn, l'émir Bakar ou Sid Ahmed, l'initiateur Cheikh Al-Abdouka, l'initiateur Mohamed Al-Mukhtar Al-Hamid, l'initiateur poète Cheikh Sid Mohamed ou Cheikh Sidia. إذن بطبيعة الحال نقدم معلومات إضافية بخصوص التشكيلات المحمولة للدرك الوطني على أن نواصل بتقديم معلومات عن هذه الشخصيات التي أبلت بلاء حسنا عن الوطن. كانت هذه السرية تدعم اللوجستي ومعداتها الخاصة التي شاهدناها، حيث تعمل هذه المعدات الخاصة بدعم قدرات الوحدات العملياتية للوحدات الخاصة لإزاحة الحواجز وكذلك خراطيم المياه لتفريغ المتظاهرين. وهذه الوحدات هي وحدات قتالية خفيفة ذات تجهيز محكم تقوم إلى جانب الجيش الوطني بالدفاع عن الحوزة الترابية، كما تقوم مهام إنسانية لصالح المواطنين المتواجدين في أماكن تواجدها. وتعمل حاليا هذه السرية على توفير الأمن في مخيم اللاجئين في برة في مقاطعة ذات جنوب الحوض الشرقي. وشارك اليوم في سريتين، إحداهما سرية قتالية كما نشاهدها الآن على الشاشة، وتنتشر في عمق الشرق مع وحدات الجيش الوطني، حيث توجد سرية في عبد الفجر وسرية في كما أشرنا في مخيم برة في مقاطعة بلد.
وذلك ضمن خارطة انتشار الوحدات في إطار الدفاع الوطني، الدفاع العمليات الوطنية المشترك بين مختلف القطاعات. أعتقد أن المقدم البخاري نقل عن نهاية المربعات الخاصة بالكرة. ستظهر لنا أمام، سيظهر لنا السرية الخاصة بالمدرعات، وهي التي السرية في المربع الأخير. وهي المربع الأمر الأخير، وهي تشارك في مهام حفظ النظام وفي المهام كذلك عمليات حفظ السلام بشكل أساسي، حيث يمكن نقل توفير الحماية لمكونات فصائل السرايا أثناء الاقتراب من مناطق العمليات، وكذلك يمكن أن تشارك في حمل العمليات الدركيين إلى أماكن العمليات الخاصة. طبعا هذه السرية التي ستظهر مباشرة بعد هذه السرية العملياتية، والكلمة لتقديم مزيد حول الشخصيات. إذن كما أشرت بين البين والمفران، أقدم معلومات سريعة عن شخصيات المقاومة. تحدث مثلا عن حياة الأمير البطل المجاهد بكار الطويل أحمد، وهو المولود سنة 1881، وهو أصغر أبناء والده الطويل أحمد. منذ صغره بدأ مختلفا، قويا الدنيا، ممتلئا، ذكيا، مندفعا كما يقول احد المؤرخين الفرنسيين. تحول الى مركز للاحداث التي بدا يوجهها في دماغه، خلق التحدي وعقل متبصر، وقد حباه الله بذكاء منقطع نظير وعبقرية سياسية وقيمة عسكرية، بالإضافة إلى قوة الشخصية وروح الزعامة، فظل قائدا بلا منازع إلى يوم وفاته في معركة بوغادوم الشهيرة سنة 1995. إذن نعود مجددا إلى مربعات الدرك الوطني ضمنها الوحدات المحمولة. إذن بعد مباشرة بعد سرية الدفاع العملياتي، هنا تظهر المعدات المدرعة أو سرية المدرعات التي كما أشرنا تشارك في عمليات حفظ السلام، حيث تتوزع على هذه الوحدات في تشكيلاتها وفي فصائلها ومجموعاتها. إذن تمتاز بالقوة، وتمتاز بكونها توفر الحماية اللازمة أثناء التدخل، وهي من نوع متطور وفعال في الميدان، حيث يمكنها تجتاز مختلف الميادين. إذن مباشرة بعد هذه السرية نتحول إلى مجموعة الرد السريع والمراقبة التي تظهر مباشرة أمامنا على الشاشة، وهي مجموعة تم إنشاؤها حديثا، وهي وحدة متخصصة أنشئت في 2017، ودورها هو التصدي للهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. إذن هي من الوحدات النادرة التي يمكنها أن تشمل، إضافة إلى مكافحة الجريمة، تشمل عمل الشرطة القضائية والبحث عن المعلومات. تتمفصل هذه الوحدة إلى 3 فصائل عملياتية، تضم أخصائيين في القنص والاختراق العملياتي والبحث عن الآليات المفخخة وتحديد أماكنها. Donc entre-temps, nous allons continuer à magnifier les niveaux de la résistance nationale. Nous avions continué avec Mohamed Mokhtar et Hamid.
dans les combats qu'il a menés contre le colon en remportant plusieurs victoires fracassantes. La victoire de Nimlan où il s'illustra en chassant l'ennemi après avoir tué les chefs et sept soldats. La victoire de Rachid Chhabia où un détachement entier conduit par un sous-officier fut décimé. La bataille de l'Ubayrat, Bouhesh, Letfota, Lmaynan, Vraywat. Il intercepta aussi plusieurs convois logistiques destinés aux Français en direction de Tijikal. Devenu un sanctuaire sécurisé pour les Mujahidines, la ville de Rachid sera détruite par les Français le 16 août 1920 en utilisant des turcs d'artillerie. Grièvement blessé dans le pionnage de la ville, il arrive à s'en échapper pour se retirer à tous soldats au moyen de rapporter les armes et des rebelles. Il regagna par la suite le nord et participa du nouveau Mujahid avant de migrer vers la Terre Sainte. جميل تقي الله. فقط اسمح لي أذكر المشاهد الكريم بأن هذه الاستعراضات تجري وسط حضور رسمي كبير في مقدمته رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني والسيدة الأولى السيدة مريم محمد فاضل، إضافة إلى جمع غفير من المدعوين الرسميين من مختلف الوظائف السامية. ثمة أيضا منصة جانبية تم استدعاء شخصيات وطنية بارزة للحضور ومواكبة الشعب الموريتاني في هذه التظاهرة التي حقيقة هذه المشاهد يتضح من خلالها أن الاستقلال فعلا هو مناسبة، هو فكر، هو منهج في عقولنا، هو حب وانتماء في وجداننا وبناء وعطاء في حياة الجميع. إذن كانت هذه كان هذا الاستعراض لمجموعة الأمن والتدخل وهي وحدة خاصة تتميز بالكفاءة المهنية العالية في مهامها وذات تدريب خاص من خلال اللياقة البدنية التي يتطلع بها أفراد هذه الوحدة. متميز تكلف عادة بالمهام الصعبة والمعقدة ذات الخطورة العالية كما توكل إليها مهام حماية الشخصيات السامية الوطنية والأجنبية. وتضم هذه الوحدة عنصر متخصص في نزل الألغام والتفخيخ إضافة إلى مجموعة الوجار التي تمر أمامنا الآن. وطبعا في تنمية الجريمة المنظمة فرض الآن الصور والآن صور إلى المنصة كما تشاهدون يجري هذا الحدث في ظهور معالي الوزير الأول محمد بلال، كذلك بحضور قائد الأركان العام للجيوش الفريق محمد مجد، إضافة إلى أعضاء الحكومة وأعضاء الكتف الدبلوماسي ورؤساء أحزاب سياسية ومدعومين آخرين. نشير إلى أن مجموعة الأمن والتدخل مختصة في مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن، كذلك توقيف المجرمين الخطيرين، بالإضافة إلى كما شرح تأمين وحماية الشخصيات ومكافحة تهريب المخدرات والبحث عن الأسلحة والمتفجرات. إذن هي وحدة يعني إنيتاديليت، يعني وحدة نخبة وتتميز بكفاءتها وتدريبها العالي. إذن منا وحدات الصحة التابعة لهذه الوحدة، حيث تمثل الطواقم الصحية التي تواجد مختلف الوحدات وحدات الدرك الوطني، والتي تسهر على تلبية حاجيات الأفراد في المجال الصحي. كما نشير إلى أن هذه وحدات الصحة تشارك في الانتشار على المحاور الكبرى لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين في حوادث السير. نواصل تقديم هذه الصور الخاصة بالعرض المحمول، ودائما مع الدرك الوطني نشاهد صور من المنصة، صور لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني، كذلك الوزير الأول السيد محمد بن بلال.
رئيس الجمعية الوطنية السيد حنان الشبايه، ومدير الدفاع الوطني السيد حنان الشيبي، وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد. إذن نواصل مع سرية الدعم اللوجستي، حيث تعمل هذه السرية على إمداد مختلف الوحدات بالوسائل اللوجستية أثناء وبعد العمليات، وتساهم كذلك في نقل الأفراد وتخفيف حمولة السيارات العملياتية أثناء العمليات. تتبع هذه السرية لإدارة المصالح التقنية بقيادة الدرك الوطني، وتعمل كذلك على تقديم أعمال الصيانة والمحافظة على العتاد وتكوين الطواقم الفنية وتجهيز الوحدات عملياتيا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية اللازمة. إذن نأتي الآن في سياق العرض المحمول إلى المربعات الخاصة بالحرس الوطني. إذن العقيد أحمد سالم والبويد معلومات بخصوص حضور الحرس الوطني في العرض المحمول. إذن نشاهد الآن العرض المحمول الخاص بالحرس الوطني، يتقدمه نرى العقيد أحمد والعمين، وبعد ذلك السرية من تجمع الأمن الخاص رقم واحد الذي استسلمنا وقلنا بأنه يقوم بمهام مهمة جدا في مجال حفظ النظام، وخاصة من خلال الدوريات المنظمة التي يقوم بها في نواكشوط الجنوبية. العقيد أحمد والعمين قائد العرض المحمول التابع للحرس الوطني، والدوريات التي يقوم بها تجمع الخاص للأمن رقم واحد ساهمت كثيرا في الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا في نواكشوط، كما أنها تلعب دورا هاما في مكافحة الجريمة في مقاطعة نواكشوط الجنوبية. العقيد أحمد والعمين قائد العرض العسكري المحمول يحيي رئيس الجمهورية والحضور في المنصة. وتعمل هذه الدوريات تبعا للتنسيق الأمني للتدخل السريع من خلال الرقم الخاص بالحرس الوطني وهو 102. بعد ذلك نشاهد سرية من أمن السجون، ومن المعروف أن الحرس الوطني يقوم بتأمين السجون على امتداد التراب الوطني في نواكشوط وفي الولايات الداخلية، ويستخدم في هذا المجال رجال ونساء تلقوا تدريبا خاصا وبحوزتهم وسائل خاصة. فمن المعروف أن هذه الوحدات التي تقوم بمراقبة السجون تم تدريبها بطريقة تلائم هذه المهمة الحساسة وصعبة. إليك الأستاذ تقي الله. شكرا العقيد الكبيد على هذه الصور، لا بأس إذا استحضرنا وتذكرنا مكانة المجاهد سيد أحمد والأحمد العيد المولود سنة 1989، وهو عاشر أمراء أهل عثمان والبخوريل، وقد تولى الإمارة سنة 30 بعد 900 خلفا للأمير المختار والأحمد. قاد الأمير سيد أحمد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، فالتقى في جيوش كبيرة من المقاومين بالحملة الفرنسية التي قادها العقيد غورو، وانتهت بدخول الفرنسيين أطار عاصمة أدرار في 9 يناير سنة 1990، ثم انتقل بعد احتلال أدرار إلى الحوض، وظل يشن حرب عصابات خاطفة وسريعة لكنها في واقع الأمر فعالة وموجعة للجيش الفرنسي، فتارة يستهدف حاميات عسكرية وتارة يركز على ضرب طرق تموين المراكز الفرنسية. وقد خلع العقيد غورو الأمير سيد أحمد. ظل الفرنسيون رغم حضورهم القوي في أدرار في عجز تام حيال هجمات وضربات الأمير سيد أحمد المتتالية، و
وقد أصيب في معركة تشيط ضد الفرنسيين بقيادة حاكم موريتانيا حينها نفسه العقيد باتي، وأخذ السيد أحمد أسيرا إلى سان لويس دار. بطبيعة الحال لاحقا كما تعلمون أعيد إلى الإمارة في أكتوبر سنة 1913، بعدها وقعوا معه اتفاقية أعطوهم بها صلاحيات واسعة، وبدأت علاقة لم تدم كثيرا، فقد اضطربت بعد اتهامه بإقامة علاقات مع المقاومة في الشمال، فضلا عن محاولتهم استمالة خبريات القبائل وإنكار الصراعات العصبية القديمة للحد من سلطات الأمير. يعتبر الأمير سيد أحمد بالإضافة إلى خصاله الفروسية الفائقة بالشجاعة وإقدام وصبر وحكة، شاعرا معروفا باللهجة الحسانية، جميل الشعر، جيد السبت. إذن نشاهد الآن العرض الخاص المحمول الخاص بالحرس الوطني، وشاهدنا قبل قليل سرية من حفظ النظام والقتال رقم واحد، وهو تشكيلة عريقة تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وشاركت في حرب الصحراء وسقط منها العديد من الشهداء. نترحم على أرواحهم اليوم في هذه المناسبة السعيدة. وكذلك هناك سرية من الوحدات الترابية التي كانت هي الأولى في مد الحرس الوطني بالمقاتلين خلال الأحداث التي عرفتها البلاد. وكذلك شاهدنا قبل ذلك سرية من حفظ النظام تابعة لتجمع الأمن، تجمع حفظ النظام القتال رقم 2. مقدم لي magnifier toujours nos héros de la résistance, en l'occurrence l'émir Sid Ahmed ou l'Ahmed Laïd. Il est le 10e émir de la lignée des Al-Ilman ou l'Ibri. Il est introduit en 1903 en remplacement de l'émir Al-Mukhtar ou l'Ahmed. Il dirigea la résistance contre la pénétration coloniale en s'associant à des groupes de résistants pour faire face à la colonne Gouraud qui a conduit à la pénétration des Français à Atal, capitale de l'Adrar, le 9 janvier 1909. Après la conquête de celui-ci, il migra vers le Hod, à partir duquel il mena des actions ponctuelles et efficaces contre des casernes militaires ou effectuait des coups sur des routes de ravitaillement. L'émir Sid Ahmed ou l'Ahmed Laïd fut déposé par le colonel Gouraud. Il est blessé le 21 janvier 1912 dans la bataille de Tichit. En 1913, il retrouve son trône. En 1918, ses relations se détériorent de nouveau avec les Français qui le soupçonnent d'établir des liens avec les résistants au nord. Il est alors convoqué à Saint-Louis et sera mis en résidence surveillée pendant 2 années. En 1920, de retour en Adrar, il se rendit compte que ses prérogatives d'antan n'existaient plus. Il reprit le chemin de Mokhtar pour rejoindre la résistance. Avec ses compagnons, il agèfle le lieutenant Mossa envoyé pour l'intercepter. Poursuivi lui et les siens, il tombe en martyr le 19 mars 1932. Rahmatullahi alayh. رحمه الله. إذن شكرا جزيلا للمقدم. لنعود إلى العقيد أحمد سالم السويد، ونحن نتابع على الشاشة هذه الصور للوحدات المحمولة التابعة للحرس الوطني. ماذا عن المربع الذي نشاهده الآن؟ إذن أستاذ تقي الله، الحرس الوطني يبدو أنه شارك في 5 سرايا محمولة، 3 سرايا لحفظ النظام وسريتين لقتال، سريتين قتاليات وحفظ النظام. رأينا أنه يستخدم أجهزة خاصة تمكن الحرسيين من التصدي لعمليات الشغب بوسائل حديثة ومتطورة. ونشاهد الآن السرية القتالية كما سلفت ذكر، الخاصة بتجمع حفظ النظام القتال رقم 1، وهو تجمع عريق. وبعد ذلك نشاهد السرية الخاصة، وهي مكونة من فصيلين، فصيل لتدخل السريع ويقوم بحراسة الشخصيات السامية، وب
بعمليات جريئة كتحرير الرهائن، وتم إنشاء هذه السرية في سنة 2018 كما تضم فصيل خاص بالكلاب البوليسية، فصيل وجار يستطيع الحرس من خلال هذا الوحدة التعامل مع الجريمة المنظمة، وخاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة في النقاط الحساسة. وهذه السرية كذلك قد يوحد إليها بمرافقة المساجين ذوي الطبيعة الخاصة، وتم تدريب أفرادها طبقا لمعايير تستوعب ما تطلبه المهمة. نشاهد دائما السرية الخاصة والتي نرى حالا وحدة الكلاب البوليسية المدربة لاكتشاف المخدرات والمتفجرات. و إذن ستواصلون العقيدة أحمد سالم، لكن قبل ذلك زميل مختار لا بأس إذا استحضرنا أيضا شخصية تاريخية، وكما أسلفت لا نشاز أبدا بين هذه الصور، بين الصور الحاضر المشرق بحول الله والماضي الوضاء الرافض للاستلاب، الرافض لكل ما من شأنه أن يمس الثوابت الوطنية. نعم فعلا المقام مناسب لاستذكار الماضي واستذكار رجالات ضحوا عبر الزمن، ضحوا في الماضي من أجل موريتانيا، ضحوا من أجل أن تكون الجمهورية الإسلامية الموريتانية حاضرة في المحافل، حاضرة اسما، حاضرة مكانا، حاضرة موقعا. هنا نستذكر المجاهد البطل محمد ولسيد أحمد. محمد ولسيد أحمد هو بطل مقاوم معروف بالجسارة والإقدام وقوة الشكيمة، كان من أقران الأمير أحمد بن محمد فال والسيدي والمحمد الحبيب الملقب والديد، وخاض معه عدة معارك ظافرة ضد العدو في منطقة النهر والتارزة، خاصة أثناء تغلغلهم في المنطقة. زميل تقي الله لم يعقب حسب ما ورد في روايات، لأنه هذا البطل لم يعقب لأنه استشهد وهو شاب للأسف شديد في 28 من عمره في معركة القويشيش المعروفة في سجلات التاريخ الموريتاني جنوب نواكشوط، على بعد حوالي 100 كيلومتر تقريبا من شاطئ المحيط الأطلسي. السياق العام لاستشهاد المجاهد قصصه عديدة ومتنوعة وروايات عديدة، لكن هنا فقط نقف أنه هو 60 مجاهدا كانوا معه بقيادة أحمد الديد، واجهوا جيشا شرارا أنذاك وهاجم المقاومة من الجنوب والشرق ومن الشمال. لم يكن للمقاومة منفذ للهروب إلا إلى أمواج المحيط، فقط في قوس طبعا هناك نعود الى الصوره الحديث حقا ذو شجون الحديث عن هؤلاء الابطال، وهو في واقع الامر في النهايه اصرار على المواجهه بالرغم من عدم التكافؤ. هكذا تماما. اذا نعود الى المشهد العام، نعود الى حيث يستشعر المواطن الان بمشاعر التفيض وأحاسيس تخفق هذه الأجواء النوفمبرية، هذه الأجواء التي تذكرنا بأن فعلا الجيش الموريتاني قواتنا المسلحة وقوات الأمن حقيقة. نعم نشاهد شاهدنا قبل قليل دعم لوجستيكي خاص بالحرس الوطني، وقبله تشكيلة خاصة بمكافحة الشغب تضم سيارات تستخدم خراطيم المياه وتستخدم آليات أخرى للتعامل مع أعمال الشغب، وبعد ذلك شاهدنا كذلك آليات للدعم اللوجستيكي تستخدم كافة الميادين وتستخدم صهاريج التي تحمل السوائل بشتى أنواعها، وكذلك الدعم الصحي الذي يضم عدة سيارات لنقل الجرحى والمرضى
وسيارات قابلة للتعامل مع كافة الميادين. شكرا الأستاذ تقي الله. شكرا. إذن المقدم لي لحظة. إذن بشكل لحظة الآن أعتقد تصلنا الصور الأولى للوحدات المحمولة التابعة للشرطة الوطنية. إذن المفوض معلومات عن أهم المربعات الخاصة بالشرطة في العرض المحمول. أمامنا الآن قائد الوحدات المحمولة وهو إقليمي يحضر مدعمات. الوحدة الموالية هي وحدة شرطة النجدة، وهي وحدة محمولة تتموقع دورياتها عند ملتقيات الطرق الكبيرة وكذلك في الأماكن الحساسة كالأسواق، وتستجيب تلقائيا لنداءات الاستغاثة الواردة عبر خط 117 للشرطة الوطنية. تتدخل ميدانيا لمساعدة المستنجدين من المواطنين في الحالات التي يحتاجون فيها إلى المساعدة، وتقوم كذلك بتلبية النداء المباشر في الحالات الحرجة. وتليها وحدة الأمن العام الرجالي، وهي مكون أساسي من المديرية العامة للأمن الوطني، نشأت سنة 1959 وتشكل الوجه المرئي يوميا لجهاز الأمن، وتكلف بالسهر على أمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم من خلال العمل الوقائي، إظهار القوة للاستغناء عن استعمالها، وتفويت الفرص على المجرمين بالتواجد المستمر في الشارع العام لرصد كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالهدوء، المساس بالأمن أو الإخلال بالسكنة العامة. تتموقع في الشارع العام عبر الدوريات المتحركة والنقاط والحواجز الثابتة، وتمارس صلاحياتها على امتداد التراب الوطني عن طريق مديريات جهوية تغطي كافة ولايات الوطن، تتبع لها مفوضيات للأمن العمومي توجد في معظم التجمعات الحضرية والحدودية. والوحدة الوحدة الثالثة هي الأمن العام النسائي، ولها نفس مهام الأمن العام الرجالي، وتزيد على ذلك مهام متابعة النساء. إذا هو لديكم مزيد من فوض علي، لديكم مزيد أمن وسكينة المواطنين. لديك مزيد من الوقت لتقديم معلومات، لكن قبل ذلك نفتح قوس للمقدم ليف محمد حيمد لتقديم معطيات عن شخصية تاريخية. Donc nous allons continuer à égrener les vertus et les faits d'armes de certains moujahides, ce qui n'est pas incompatible avec cet événement grandiose qu'est l'indépendance nationale. Donc nous prenons moujahide, le résistant Mohamed Moussid Ahmed, qui est un farouche résistant connu pour son courage et sa force de caractère. Il avait le même âge que l'émir Ahmed Oud Ahmed Val, le Sid Mohamed Lahbib, Tibouli Teit, avec qui il combattit les Français dans la région du fleuve au Tarza durant la pénétration coloniale dans la région. Il n'eut pas de descendance et pourtant tomba en martyr à l'âge de 28 ans seulement dans la bataille de Lubouchich au site de Nouakchott, à 5 km environ de l'océan Atlantique. Faisant partie d'une soixantaine de combattants sous le commandement d'Ahmed Oul Deït, il fit face à une véritable armée conduite par le lieutenant Rebou qui lança ses attaques contre les Moujahidines. Les sarfs de tir leur provenant du nord, du sud, de l'est ne leur laissèrent aucun chemin de repli. À l'ouest, l'océan Atlantique se dressant en barrière naturelle, il dure à tendre dans les tranchées, à peine cachées par des arbustes endémiques du milieu. Lassé par cette longue attente d'un ennemi qui a arrêté d'attaquer, Mohamed Oul Sid Ahmed dit alors à Ahmed Oul Deït,
Nous avons longtemps attendu entre ces abysses. Nous sommes en vendredi et mourir au combat en vendredi fera de nous des martyrs. Alors vivement à l'attaque. Ce à quoi Ahmed répondit. Le plus judicieux, c'est d'attendre que l'ennemi soit à la portée de nos armes. Mais Mohamed Moussid Ahmed n'était pas décidé à avec à peine plus d'une dizaine de volontaires de passer à l'offensive. Le rapport de force leur étant défavorable tant sur le plan humain que matériel, Mohamed Moussid Ahmed et ses compagnons reçurent des tirs lourds de mitrailleuses qui les poussèrent à regagner leur abri après ce bref accrochage avec les soldats de l'armée coloniale. Il tomba en martyr à l'âge de 28 ans dans cette bataille de l'Ebouchiche au sud de Valois-Château. المقدم ليف نتحول إلى المفوض علي. لاحظنا في المشهد حضورا لافتا للمرأة الموريتانية في سلك الشرطة، هل حدثتنا عن هذا الحضور المتميز في هذا المشهد اليوم؟ شكرا. لا يمكن الاستغناء عن نشاط الشرطية لأن وحدة النساء تم اكتتابها سنة 1993 وهي مكلفة إلى جانب الأمن العام بمهام متابعة النساء على الخصوص وتفتيشهن في بعض المواقف في حالة اشتباهن في ضلوع قضايا تمس أمن أو سكينة المواطنين. وشهدت هذه الوحدة تطورا لافتا حيث ترى إسناد بعض مراكز الأمن العمومي إلى ضابطات من القطاع النسوي الشرطي من الأمن العام خاصة مفوضيات القصر المتنازعين مع القانون ومراكز الحدود ومفوضياتها. كما تعلمون نريد أن نشير إلى أن وحدة الأمن العام رجالية نفسها وحدة الأمن العام نسائي، إلا أن الجانب النسائي يزيد بعض التخصصات الخاصة بالمرأة. الشرطة تشارك هذه السنة بتسع وحدات هي على العموم وحدة النجدة 117 ووحدة الأمن العام رجال وحدة الأمن العام نساء ووحدة الشرطة القضائية وهي ووحدة شرطة الحدود. ماذا بخصوص وحدة النجدة؟ وحدة النجدة هي وحدة تم إنشاؤها سنة 2008 وهي وحدة محمولة تتم موقع دورياتها عند ملتقيات الطرق الكبيرة وفي الأماكن الحساسة تستجيب للنداء التلقائي 117 أو عن طريق مباشرة. ووحدة الشرطة القضائية هي مكلفة باستقبال البلاغات والشكاوي المتعلقة بالجرائم وبإجراء التحريات ومن أجل الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة طبقا لمقتضيات مدونة الإجراءات الجنائية. كذلك هي مكلف بإعداد المحاضر والبحوث القضائية. انشئت هذه الوحدة سنة 1959 لتحل محل المصلحة الإقليمية للشرطة بإقليم موريتانيا التي رأت النور في بداية الخمسينات تحت ظل الاستعمار. شكرا جزيلا على هذه المعطيات. ونذكر مشاهدينا الكرام تتابعونا على الهواء مباشرة وقائع الاستعراض العسكري الكبير المقام احتفاء بمرور 60 سنة على ذكرى الانعتاق والحرية ذكرى الاستقلال الوطني. الآن تواصل الوحدات المحمولة للشرطة مرورها أمام المنصة المنصوبة بميدان العرب. تشاهدون الآن وحدة شرطة الحدود وهي وحدة مكلفة بمراقبة الحدود والسلامة إجراءات دخول وخروج البلد من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. أنشئت بنشأة الإدارة العامة سنة 1960 وفي خلفية المشهد
نشاهد حافلات نقل تقوم بتجميع المهاجرين غير الشرعيين وتفويجهم إلى أماكن دخولهم للوطن بالصورة غير الشرعية. وكذلك نشاهد الشرطة الفنية التي هي مكلفة بمعاينة مساحة الجرائم ومسحها وجمع الأدلة التي يخلفها مرتكبها للتوصل إلى أدلة علمية غير قابلة للتجاهل أو الإنكار، مكملة بذلك جهود الشرطة القضائية في ملاحقة المجرمين، وقد تم إنشاؤها سنة 1990. كما تشاهدون هناك سيارات خراطيم المياه التي تفرق المتظاهرين في الساحات العمومية عند الإخلال بالنظام العام، وهي تابعة لتجمع سرايا حفظ النظام الذي تم إنشاؤه سنة 1991. ما زلنا كذلك بعدها تشاهدون الصحة الأمنية وهي وحدة لم تظهر بعد على الشاشة الصحة الأمنية إلا عن بعد. إذن نضيف بعض المعطيات الخاصة بالشخصيات التاريخية، كلنا قرأنا ونعرف عن المجاهد الشيخ والعبدوكة الذي قاد معارك ضارية ضد المستعمر، فهو ينتمي للأسرة المشهورة بالمقاومة في الحوض الشرقي، وقد مارسوا استراتيجية معروفة تكدي أي الهجوم على أهداف العدو والتحصن في الجبال، وقد خاضت الأسرة المقاومة ضد المستعمر الفرنسي معارك شرسة في مساحات شاسعة امتدت من ضفاف نهر النيجر شرقا وحتى هضاب النعمة في الحوض غربا وصحاري تقانت. وكانت بداية مقاومة المجاهد الشيخ عندما قتل حرسيين يوم 12 فبراير سنة 1900 في مكان يقع شرقي النعمة يسمى الفرفرات، ولجأ أهل عبدوكة لأسلوب الهجمات على قوافل التموين القادمة من السودان الفرنسي، وكانت العامة من الناس تؤيد هذه الأسرة وتمدها بالسلاح والغذاء وتضمن لها اللجوء، بل يحرص البعض على إخبارهم بتحركات المستعمرين. وهناك معارك مشهورة خاضتها الأسرة، وقد عملت القوات الفرنسية على محاولة وئد هذه المقاومة الشرسة بعد أن علمت بورود أفراد من المقاومة بئر البدع الذي يقع تقريبا حوالي 30 كيلومتر شمال تنبتغا، فقامت سرية من الجيش الفرنسي مدعومة بمجندين محليين بتقفي أثر المقاومين نحو الجنوب، فسلكوا طريقا معروف يمر ببير المالحة وكنكاي مواضع معروفة في الحوض الشرقي، وأخذ أفراد المقاومة في تعزيز مواقعهم في كمين حول البحيرة، وعندما ورد أفراد السرية الفرنسية البحيرة باغتهم رجال المقاومة، وبعد معركة شرسة تمكن رجال المقاومة من القضاء على السرية الفرنسية وقضوا كذلك على الضابط الفرنسي قائد السرية. تشاهدون الآن وحدة مكافحة الإرهاب وبعدها وحدة المراقبة الترابية ووحدة الصحة الأمنية. ماذا عن أهم مهام المنوطة بهذه الوحدات بشكل عام؟ بالنسبة لوحدة المراقبة الترابية هي مكلفة هذه الحافلات التي ترى أمامك مخصصة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين وتفويجهم،
وهي تابعة لإدارة المراقبة الترابية أو ما نسميه شرطة الحدود. أما بالنسبة لي بخصوص الصحة الأمنية فهي وحدة تم إنشاؤها حديثا، وهي تقدم الخدمات الصحية لمنتسبي القطاع وأسرهم في إطار الصحة العسكرية العامة. عرفت هذه الوحدة تطورا كبيرا على الشاشة الآن إنشاء الإطار الفني في قطاع الشرطة، وتم اكتتاب أطباء متخصصين. نعم زميل تقي الله عنصرين اثنين لفت انتباهي حضورهم المتميز في هذا المشهد. أولا العلم الوطني حيث يرفرف العلم خفاقا في جميع المشاهد على جميع السيارات وفي الشوارع العامة، يرفرف تعبيرا عن هذا الجو البهيج في سماء الحرية والانعتاق، كيف لا، والشعور هنا بالمجد والاعتزاز لكل من ينتمي لهذه الأرض الطيبة المباركة والإحساس العام. ثم أيضا عنصر آخر هو عنصر المواطن الموريتاني. نعم على ذكر العلم الزميل مختار، نعم طبيعة الحال ربما سمعنا وسمع غيرنا عن قصص وتاريخ أعلام الدول، لكن الأهم في هذا السياق هو وجود علم مختص بتاريخ الأعلام، ويعنى بتقديم مواصفات وخصائص كل علم على حدة، وبطبيعة الحال يحيل إلى العلم باعتباره رمز انتماء وترجمة للتلاحم والمصير المشترك، وهو تعبير جلي عن الدولة والحامل لهم وانشغالات الأمة. تاريخيا عرفت البشرية استخدام البنود والألوية والرايات، ثم آلت الأمور في التاريخ الحديث إلى استخدام العلم تعبيرا عن الوطن، عن الدولة، عن الكيان. وبطبيعة الحال لا تخفى دلالة احترام والاهتمام برموز الوطن، فمثلا عندما ينحني الجندي أمام العلم أو يقبله يدرك تماما أنه أمام قطعة قماش لكنها ترمز الانتماء، تستحضر وتحيل إلى لحظات تضحيات كبيرة سالت خلالها الدماء وبذلت الأنفس رفضا لأي مساس بالثوابت. إذن أي مساس بالعلم هو انتهاك صارخ لسجل البذل والتضحية، هو دوس على ذكرى من سقطوا في سوح الوغى، وتحدي للأحياء، وتسفيه لتطلعات وأحلام أجيال الغد. بطبيعة الحال لعلمنا كباقي الأعلام قصة نشأة ومعاني ألوان، لكن الأساس والمهم هو الفهم الثاقب لمعنى الرمزية ودلالة. نعم فعلا زميل تقي الله، نشاهد الآن في الشاشة تجمع العام لأمن الطرق وحدات التجمع، وهي تتقدم رويدا رويدا نحو المنصة الرسمية. والآن نترك الملازم محمد محمود والعبدي ليطلعنا على المزيد من المعلومات عن هذه الوحدات وعن التجمع العام لأمن الطرق بشكل عام. إذا التجمع العام لأمن الطرق ضمن العرض المحمول. ضمن العرض المحمول طبعا جاء إنشاء التجمع العام لأمن الطرق بموجب المرسوم 32/2010 تلبية لمطالب النظام والأمني، واستجابة لضرورة تدعيم دولة القانون والمؤسسات. وقد أسندت لهذه الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية المهام مثلا التالية: المراقبة الحضرية للسيارات ومراقبة حمول السيارات عند المحور بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالنقل، ومراقبة النظم الخاصة بأمن الطرق، ومراقبة الوثائق الصادرة في مجال حركة المرور والنقل الطرقي. طبعا هذه هي المهام بشكل عام حضرة الملازم. نحن الآن نشاهد على الشاشة مجموعات تابعة للتجمع العام لأمن الطرق، وهي عبارة عن سرية أولى للتدخل محمولة، وسرية ثانية من المتخصصين محمولة بطبيعة الحال، وفرقة الوجار.
نعم. وهي طبعا تتكون من كلاب مدربة على اكتشاف المخدرات والمتفجرات وكذلك الأسلحة والذخيرة. ماذا بخصوص هذه الكلاب المدربة؟ نشاهد الآن في سيارات مكيفة، ماذا عن مقتضيات استخدام الكلاب المدربة؟ هي هذه الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات والمتفجرات وكذلك الأسلحة والذخيرة. طبعا يتم تدريبها مثل تماما كما يتدرب العسكري. هذه الكلاب البوليسية كما يقال أصلا، لكنها اليوم أصبحت تستخدم على نطاق واسع في مجال الأمن، خاصة مع ظهور تحديات العولمة، مع ظهور المخدرات ودخولها، مع ظهور أيضا الجريمة عابرة الحدود. أصبح لهذه الكلاب دور بارز وفعال وسريع، أيضا ردة الفعل سريعة عند هذه الكلاب المدربة، والتي الحمد لله أصبحت في مختلف أسلاك الجيش والقوات المسلحة. هذه الكلاب موجودة بالتدريب المطلوب. ترينا الآن الكاميرا صور أخيرة للتجمع العام لأمن الطرق، ونقترب من الوحدات المحمولة التابعة للمندوبية العامة للأمن المدني والتسيير الأزمات. هذا طبعا قطاع شبه عسكري. يعني السلام عليكم ورحمة الله، وعيد استقلال مشيد. إذن المفتش الضابط محمد لمين الحميادة سيحدثنا عن الوحدات المحمولة التابعة للمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات. إذن أمام المربع الأول. إذن تشاهدون عرضا عسكريا محمولا لبعض تعداد وعتاد المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، الذراع الإنسانية للدولة، المنشئة بموجب المرسوم رقم 537 الصادر فاتح أكتوبر 2019. الوحدة الأولى وحدة العون الطبي، وهي عبارة عن سيارات إسعاف تضمن النقل الآمن لضحايا الحوادث المختلفة، سواء تعلق الأمر بالحوادث المنزلية المختلفة أو حوادث العمل أو حوادث السير. الوحدة الثانية وحدة البحث والإنقاذ، وتمتلك معدات تقنية تسمح بإخراج العالقين من الأماكن الضيقة عبر تفكيك المركبات وفتح الطرق وسحب المعدات الثقيلة. الوحدة الثالثة وهي السرية المتخصصة، أهم مهامها تقديم العون للفرق الميدانية، كما تمتلك معدات خاصة لمواجهة الحرائق في الأوساط الريفية. وتتميز هذه السيارات المخصصة للحرائق الريفية بكونها خفيفة الوزن نسبيا ورباعية الدفع. كما تمتلك شاحنات دعم تصل سعتها إلى 20 طنا، ويتلخص دورها الأساس في توفير المياه بشكل مستدام. وفي ختام العرض تشاهدون صهاريج شفط للتعامل مع الفيضانات، إضافة إلى معدات تعقيم ووسائل أخرى. نعم، يتواصل الأسطول السيارات المخصصة الخاصة بالجيش المدني. الآن الجيش الجوي يبدأ، ونعطي الميكروفون للرائد النيد واللعلي والبابا ليحدثنا عن القوة العسكرية التابعة للجيش الجوي بشكل عام. شكرا أستاذ مختار.
ظهرت في الصورة منذ قليل سرية مقاتلة تابعة للجيش الجوي، طبعا في إطار إعادة هيكلة الجيش الوطني والجيش الجوي بشكل خاص. دعوني أكمل. تفضل تفضل. وللرفع من قدراته القتالية أنشئت كتيبة المنشآت الجوية بموجب القرار رقم 500 الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 22 يوليو 2019. لذلك في تشارك ولأول مرة في استعراضات عيد الاستقلال الوطني ضمن وحدات الجيش الوطني. ويتواصل عرض الصور التابعة للمندوبية العامة للأمن المدني وتسهيل الأزمات. وكذلك نعم هو كذلك وهو كذلك. وكما قلت من قبل فإن هذه الصور الأخيرة تتحدث أساسا عن شاحنات لشفط المياه في الوسط الحضري للتعامل مع الفيضانات، إضافة إلى بعض المعدات كما ذكرت آنفا للتعقيم والتعامل مع مختلف الأخطار التي تواجه الإنسان. إليكم الميكروفون. تواصلون إلينا؟ نعم. تظهروا الآن كما أسلفت صور لسرية مقاتلة تابعة لكتيبة الجيش الجوي، وهي كتيبة أنشئت بموجب القرار رقم 500 الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 22 يوليو 2019. لذلك فهي تشارك ولأول مرة في استعراضات عيد الاستقلال الوطني ضمن وحدات الجيش طبعا الوطني. سنشيد الصور لاحقا لتقديم هذه المعطيات الخاصة بقوتنا الجوية. وقبل ذلك نعود مجددا إلى ما نشاهده على الشاشة وهو متعلق بالمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات. إذن كما أسلفت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات أنشئت بموجب المرسوم رقم 537 الصادر فاتح أكتوبر 2019، وهي الذراع الإنساني للدولة وتقدم خدمات تتعلق أساسا بالإسعاف والإنقاذ والتدخل في مختلف الحرائق، سواء تعلق الأمر في الوسط الحضري أو الوسط الريفي. إذن أعتقد أن الآن نتابع صور ربما أخيرة خاصة بالمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات. نعم. إذن ظهرت صور سرية المقاتلة التابعة لكتيبة الجيش الجوي. إذن كتيبة المنشآة الجوية. نعم، كتيبة المنشآة الجوية. هذه الكتيبة أنشئت بموجب قرار رقم 500 صادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 22 يوليو 2019. لذلك فهي تشارك ولأول مرة في استعراضات عيد الاستقلال الوطني ضمن وحدات الجيش الوطني. كتيبة المنشآة إذن الجوية هي قطعة جند مستقلة متمركزة بمقر قيادة أركان الجيش الجوي في نواكشوط، يقودها ضابط سامي وتتبع مباشرة لإمرة اللواء قائد أركان الجيش الجوي. تكلف هذه التشكيلة إضافة إلى المهام التقليدية للجيش الوطني بتوفير الحماية لقواعد وأفراد وتجهيزات الجيش الجوي في أي مكان، سواء كان ذلك داخل التراب الوطني أي في العاصمة نواكشوط أو خارجها، أو خارج التراب الوطني في حالة إنشاء قواعد مؤقتة لتنفيذ عمليات محدودة في الزمان والمكان خارج التراب الوطني. حماية هذه القواعد تتطلب هيكلة خاصة تمكن من مراقبة المحيط وأجواء هذه القواعد للتدخل الفوري عند ملاحظة أي تهديد بري أو جوي لصده أو تدميره قبل الوصول لأهدافه. لذلك تتوفر هذه الكتيبة على ترتيب قتالي خاص يتماشى مع المهام الخاصة المسندة إليها. تتمفصل هذه الكتيبة إلى سرايا من ضمنها عناصر محمولة جوا قادرة على التدخل الفوري في جميع التراب الوطني ولقيامها بمهامها. فهي تتوفر على تسليح خاص وعتاد متميز يتمثل في توفرها على أسلحة جماعية قادرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق نتيجة مميزاتها الفنية، ولوجود رادارات مسح ورصد جوي توفر معلومات جد دقيقة عن الأهداف التي يزيد حجمها عن 30 سنتيمتر من مسافات بعيدة تصل في بعض الأحيان إلى مئات الكيلومترات. تشاهدون في الخلف آليات تابعة لمركز العمليات الجوي،
وهو مركز تم إنشاؤه في الهيكلة الجديدة لأركان الجيش الجوي، يتبع مباشرة لقائد أركان الجيش الجوي، ويعمل على تنفيذ قراراته أمام هامه، فتتمحور أساسا حول تخطيط وإدارة ومتابعة العمليات في حالة الأزمات، السهر على تنفيذ قرارات قائد الأركان وإبلاغه بالتطورات الميدانية. على الشاشة صور من المنصة. تحضير نتابع في مهام مركز العمليات الجوية، مركز العمليات الجوية تحضير القرارات العملياتية. رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الرزواني مشرفا على فعاليات هذا العرض العسكري الكبير. إذن صور أخرى من المنصة على الشاشة الآن، الرئيس الأسبق محمد خونة الهيدالة، نترحم على روح الرئيس الأسبق كذلك سيد محمد والشيخ عبد الله الذي وفاه الأجل المحتوم قبل أيام، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نعود إلى الصور التابعة لكتيبة المشاة الجوية. هو كذلك لأن كنت قد قلت قد شاهدتم سؤاليات تابعة لمركز العمليات الجوي، وهو مركز تم إنشاؤه بالهيكلة الجديدة لأركان الجيش الجوي، يتبع مباشرة لقائد أركان الجيش الجوي، ويعمل على تنفيذ قراراته أمام مهامه، فتتمحور أساسا حول تخطيط وإدارة ومتابعة العمليات في حالة الأزمات، السهر على تنفيذ قرارات قائد أركان وإبلاغه بالتطورات الميدانية، تحضير القرارات العملياتية، التنسيق مع مختلف مراكز العمليات. أما فيما يخص الوسائل التي تساعد في أداء مهامه، نذكر منها كاميرا ميكس HD المعروفة، هي وسيلة استطلاع وبحث، وتعتبر عين المركز الساهرة نظرا لقابليتها للعمل ليلا عن طريق المجسات، تستشعر الفرق في حرارة الإسام، بالإضافة إلى قدرتها على العمل في درجات حرارة مرتفعة من نقص 25 حتى زائد 35. والأهم من ذلك أنها يمكن أن تعطي تفاصيل دقيقة عن الهدف على مدى يتجاوز 10 كيلومترات. له كذلك محطات أرضية هي عبارة عن أطباق لاقطة وهوائيات لاسلكية قادرة على نقل وبث المعلومات الصادرة من الطائرة إلى المركز، مما يمكن قيادة من متابعة الأحداث والتفاصيل الجوية على الميدان، وذلك داخل مدى 200 كيلومتر. الشاشات التكتيكية من هذه الوسائل، وهي عبارة عن شاشات صغيرة الحجم، تمكن الجندي على الميدان من متابعة الأحداث ومعرفة أماكن تواجد القوات الصديقة والمعادية، وذلك داخل مدى 50 كيلومتر من مكان تواجد الطائرة. جهاز هريس بالإضافة إلى قدرتها على أجهزة هريس بالإضافة إلى قدرتها على الاتصال الآمن والمشفر، فهي قادرة كذلك على إرسال الصور والرسائل القصيرة، إضافة إلى قدرتها على تتبع الطائرات لحظياً عبر نظام التموقع الجغرافي. شاهدتم كذلك آليات تابعة لمركز القيادة والرقابة والمعلومات، وهو مركز تم إنشاؤه بمقرر وزاري مشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التجهيز والنقل. المقرر يحمل رقم 1602 بتاريخ 1/10/2018، وهو مركز تم إنشاؤه حديثا سيكون له ما بعده. أما أهدافه فتتلخص في أولا مراقبة الملاحة الجوية للطيران المدني، مهمة الدفاع الجوي، تكوين مراقبي الملاحة الجوية العسكريين والمدنيين، بمعنى أنه بمجرد اختراق الأجواء الموريتانية ولأول مرة في تاريخ البلد، سيكون المركز قادرا على التعرف على طبيعة الطائرة، وبالتالي معرفة هل هي صديقة أم معادية، والتعامل معها على ذلك الأساس، وذلك عبر محطات رادار ثابتة تغطي الأجواء الموريتانية.
نعم فعلا، وحسب المعلومات التي توصلنا إليها من طرفكم، هذا المركز يعمل على محاور أساسية، محور يعمل لصالح الطيران المدني عن طريق تنظيم حركة الملاحة الجوية. نعم، على الشاشة الآن مغاوير المشاة البحرية، ونود تقديم معلومات خاصة بمغاوير المشاة البحرية مع النقيب البحري عبد الرحمن. إذن هذا تجمع مشاة البحرية التابع لأركان البحرية التي تم إنشاؤها في إطار إعادة هيكلة الجيش الوطني، وذلك للحصول على هيكل بحري أكثر ملائمة لتنفيذ مهام السيادة الوطنية والمراقبة البحرية والنهرية، بعدما كانت في السابق تسمى إدارة البحرية الوطنية. تتكون الأركان البحرية إذن من قيادة أركان مؤلفة من 4 مكاتب ووحدات عملياتية هي القوى البحرية وتجمع مشاة البحرية الذي نشاهده الآن. تم إنشاء هذا التجمع سنة 2020 ضمن الوحدات العملياتية التابعة لأركان البحرية الوطنية، وهو وريث المشاة البحرية المعروفة بفيما. وقد أثبتت مشاة البحرية فعاليتهم ودرايتهم الميدانية أثناء تدخلاتهم في المجالين البحري والبري، خاصة الحرب على الإرهاب. من مهام هذا التجمع المشاركة في الرقابة والدفاع الشاطئي، المشاركة في الرقابة النهرية، حماية وتأمين النقاط الحساسة للبحرية والنقاط المكلف بها من طرف القيادة، المشاركة في العمليات البرية عن طريق البحر والعمليات البرية ومختلف الأسلحة، المشاركة في العمليات الخاصة فئة المغاوير وأخرى، السهر على احترام النظام والانضباط داخل وحدات البحرية. ساهم هذا التجمع في مسيرته إلى جانب وحدات الجيش الوطني الأخرى في مهام حفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا، كما ترابط إحدى سرايا المشاة حاليا مع الوحدات البرية في ظهور قاعدة الإمرية المتقدمة للمشاركة في المجهود الوطني لحماية حدودنا البرية، وتتدخل مشاة البحرية عند الحاجة لمساعدة المنكوبين، كما حدث الخريف الماضي عندما تدخلت وحدتان من المشاة البحرية لمساعدة ساكنة مدينتي سيدي بابي وكيهيدي المتضررتين من الفيضانات. تلاحظون في الصور وحدات سريعة مقطورة عن طريق سيارات، هذه الوحدات تتكون من زوارق مطاطية ووحدات أخرى سريعة، البعض منها يطول 10 أمتار والآخر 6 أمتار. تقنيا هذه الوحدات ذات محركات قوية جدا تتراوح بين 150 إلى 200 حصان، وتحمل أسلحة من نوعية 12.7 توشكا، ويمكنها العمل كوحدات قتالية بالإضافة إلى وحدات دعم وتأمين، وخصوصا في الموانئ الوطنية كميناء نواكشوط وميناء نواذيبو. إذن وشاهدنا مسبقا وحدات من القوة البحرية حيث كانت مع الوحدات الراجلة والتي عندها مهمة رئيسية الدفاع عن سيادة الدولة البحرية، تنفيذ مهام الخدمة العمومية المنوطة بالبحرية الوطنية، بالإضافة إلى الدفاع الساحلي وحماية السواحل ومراقبة المداخل البحرية ومنها. إذن لكم شكرا جزيلا. إذن أعتقد أننا نقترب الآن من الوحدات المحمولة التابعة للجيش، وعندما تقترب الصور الخاصة بالوحدات المحمولة للجيش سيعقب الملازم محمد محمود العبدي وكذلك المقدم ليف محمد حيمد. بانتظار ذلك لا بأس إذا عدنا مجددا إلى الشخصيات التاريخية، ولا بد أن نستحضر، لا بد أن نمنح الشخصية العلمية المعروفة مكانتها في هذا اليوم، في هذا الحدث الكبير. يتعلق الأمر بالمجاهد العالم والشاعر الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي إياد، فهو المجاهد العالم والشاعر المبدع الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي إياد. ولد سنة 32,800 بوتلميت، كان رحمه الله من أبرز المقاومين للمستعمر، وقد ظهر ذلك جليا في مواقفه وفي شعره بما تضمنه
من حث المجتمع الموريتاني وقادة المقاومة وأصحاب الرأي على الجهاد في سبيل الله ومقاومة الاستعمار. عاش في فترة كان المستعمرون الأوروبيون يقتربون رويدا رويدا من بسط نفوذهم على الأراضي الموريتانية التي لم تكن حينها محكومة بسلطة مركزية، فكان رفضه صريحا لأي نفوذ أوروبي، وكان اشمئزازه شديدا من عدم التوحد لمواجهة من يرى فيهم العدو الديني. من المعروف شعر العلامة في هذا السياق: ومات الدين، إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتم وتداركوه وإلا يسبق السيف البدارة، بأن تستنصروا مولا نصيرا لمن والى ومن طلب انتصارا، مجيبا دعوة الداعي مجيرا من الأسواء كل من استجارا. إذن كما قلت مسبقا تشاهدون الآن الوحدات السريعة التابعة لتجمع مشاة البحرية، وكما قلت هي وحدات تعمل كوحدات قتالية ووحدات تأمين في الموانئ الوطنية. وكما تتوفر هذه الوحدات ذات الطول 10 أمتار على أجهزة اتصال متقدمة كالرادارات والفياشف وإشارات إنذار، كما يمكن الزج بها في عمليات نهرية وذلك لسرعتها وخفتها. إذن كانت تلك تجمع مشاة البحرية. إليكم. اكتملت الوحدات الخاصة في مشاة البحرية. إذن هذه الصور الآن أعتقد وحدة الرماة القناصة. إذن وحدة الرماة القناصة، وبهذا يبدأ العرض المحمول للجيش. إذن تأكدت من الصور، إذا كان ذلك بالفعل فلتبدأ الملازم محمد محمود والعبدي بتقديم معطيات خاصة بهذه السرية من الرماة القناصة، والتي توفر حسب معلوماتنا على وسائل لأداء مهامها على أسلحة ذات رماية غاية في الدقة. ماذا بخصوص عدد السيارات، ماذا بخصوص الطاقم، إلى غير ذلك. واضح. وحدة الرماة القناصة هي السرية من الرماة القناصة، تتوفر لتنفيذ مهامها على أسلحة ذات رماية غاية في الدقة، وهي موزعة على 15 سيارة، ويتشكل طاقم كل سيارة من 4 قناصة موزعة على النحو التالي: رامي مواجهة مسلح ببندقية بوراء عيار 7.62، وهي سلاح قناص بعيد المدى ذو قدرة عالية لا يتجاوز احتمال الخطأ الإصابة لديه 8.5 سنتيمتر من مسافة 600 متر. راميان جانبيان مسلحان ببندقية LR2 عيار 12.7 ملم، وهي سلاح قناص بعيد المدى. هذا السلاح موجه لتدمير تجهيزات العدو والسيارات ورادارات مروحيات بواسطة رصاصات خارقة وحارقة. مسألة أخرى: رامي خلفي مسلح بقاذفة قنابل عيار 40 ملم من طراز LG4 موجهة لتدمير الأفراد والتجهيزات. هذه التجهيزات معادية ذات التدريع الخفيف من مسافة 400 متر. مهمة هؤلاء الرماة المحترفين في المناورة القتالية هي شل فعالية القدرات القتالية للعدو من خلال رمايات دقيقة ومركزة موجهة إلى أهداف منطقات ذات حيوية بالنسبة للعدو، كاستهداف القادة أو رمات الأسلحة الثقيلة أو مصادر النيران
أو الحراس في نقاط المراقبة لغرض تسهيل عملية الاقتحام وحتى استهداف قناصة العدو أيضا. كما تساعد هذه العناصر من خلال رماياتها المركزة على تسهيل السيطرة على الأرض أو حماية منطقة معينة وحتى منع أعمال الهندسة على الأرض والحيلولة دون تقدم عناصر الاستطلاع والمراقبة المعادية ومنع العدو من Donc nous avons à l'écran la compagnie de tireurs d'élite qui est une unité de tireurs qualifiés qui manœuvre normalement isolée ou par binôme au sein d'une unité de combat. Ils sont équipés d'appareils de vision nocturne et de fusils sophistiqués leur permettant de traiter avec une très grande précision des objectifs d'une portée supérieure à 800 mètres. Parmi les missions les plus importantes qui sont assignées aux tireurs d'élite dans le cadre du combat, de paralyser l'ennemi en ciblant ses chefs d'éléments, neutraliser les armes collectives en ciblant leurs servants, cibler les sentinelles et cibler les snipers ennemis. مجددا مشاهدينا الكرام نذكركم ان هذا النقل ياتيكم مباشره عبر قناه الموريتانية بجميع قنواتها وبلمسات إخراجية للمخرج الشاب مصطفى محمد الحويشي وبمعية نخبة من الطواقم الفنية صحفيين ومصورين وطواقم الدعم الفني واللوجستي بقناة الموريتانية التي وفرت ما يلزم من أجهزة ومعدات لتمكين المواطن الموريتاني أينما كان وتمكين المشاهدين في كل مكان من متابعة هذا الحدث الوطني الهام بالصوت والصورة وبالجودة المطلوبة الجودة العالمية المتعارف عليها في هذا المجال. حقيقة كما تابعنا حضور المواطن الموريتاني هنا نعم يظهر تجمع الخاص للتدخل رقم واحد. هذه التجمعات والسرايا الخاصة للأمن والتدخل مثلا شكل إنشاء التجمعات العسكرية للتدخل والأمن والوحدات الأخرى المكلفة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة الرد العسكري المناسب على التهديدات اللانمطية التي ظهرت في مناطق الساحل والصحراء خلال السنوات الأخيرة حيث برزت الحاجة إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية بما يضمن القدرة على الاستجابة الفورية للمتطلبات الأمنية الملحة فتمت مراجعة عقيدة الاستخدام مثلا بما يسمح بإنشاء هذه الوحدات تتميز خصائص قتالية نموذجية منها القدرة على المناورة والحركة السريعة باستخدام آليات خفيفة عابرة للصحراء أيضا تتمتع هذه التجمعات بكثافة نارية كبيرة أليس كذلك وتمتلك أسلحة متطورة تتراوح ما بين الفردية والجماعية بالإضافة إلى مضادات للدروع والطيران أيضا من خصائص هذه الكتيبة والوحدات الاستقلالية اللوجستيكية حيث تتوفر هذه الوحدات على احتياطي كاف يمكنها من المناورة بصفة منعزلة لأطول فترة ممكنة في الميدان أيضا من خصائصها أنها تعرف كل المعرفة الميدان ولديها القدرة الكافية على استخدام جميع المسالك والطرق سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الحضري في أي عملية محتملة لتطويق العدو أو الاعتراض له أيضا من هذه المهام القدرة على نقل المعركة إلى معاقي العدو في ظرف قياسي والقيام بضربات استباقية لإجهاض مخططات هذه العمليات وتنفذ هذه الوحدات الخاصة المكلفة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مهام دائمة في زمن السلم وأخرى في زمن الحرب
مهام الوحدات المكلفة بمكافحة الإرهاب في زمن السلم تمشيط ومسك جميع النقاط المشبوهة. إذن المقدم ليف، هل من تعليق على هذه الصور وعلى هذه الوحدات؟ La création des groupements spéciaux d'intervention sont des unités chargées de lutter contre le terrorisme, le crime organisé. Et elles sont la réponse militaire appropriée aux menaces qui sont apparues dans la région du Sahel et du Sahara ces dernières années, où le besoin s'est fait sentir de structurer les forces armées nationales afin d'assurer la capacité de répondre immédiatement aux besoins urgents de sécurité. La doctrine d'utilisation a été révisée pour permettre la création de telles unités. Ces unités se distinguent par leur capacité de manœuvre et de se, déplacer rapidement en utilisant des véhicules adaptés au désert. Ces groupes ont une grande densité de feu et possèdent des armes modernes allant de l'individuel au collectif, en plus des armes anti-char et anti-aériennes. L'autonomie logistique de ces unités leur dispose de réserves suffisantes pour leur permettre de manœuvrer isolément le plus longtemps possible. Leur connaissance du terrain et leur capacité d'utiliser les routes dans toutes les opérations pour encercler ou intercepter l'ennemi. Leur capacité de porter la bataille dans le camp ennemi dans un temps record et d'effectuer des frappes préventives pour faire avorter les plans de l'ennemi. Nous allons continuer avec vous. من مهامها أيضا البحث عن المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية المسلحة وعصابات تهريب المخدرات وتحديد المسالك والممرات في الميادين الصعبة وتحديد نقاط المياه الصالحة للشرب وإحياء أخرى كانت ميتة وإحياء قرى كانت ميتة، تأمين الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن المعادن وتقديم الخدمات الصحية مثل العلاجات الأولية والإخلاء الطبي، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية للمواطنين القاطنين في مناطق تحرك هذه التجمعات العسكرية. ومن مهام الوحدات أيضا في زمن الحرب، بالإضافة إلى المهام التقليدية لوحدات المشاة الخفيفة والمتمثلة في الاستطلاع ومسك النقاط، تكلف وحدات مكافحة الإرهاب بالتصدي للتهديدات الإرهابية بمختلف أنواعها، وهي مهيئة بحكم طبيعة التكوين والتدريب لتنفيذ ضربات استباقية ونقل المعركة إلى معاقل العدو في ظرف قياسي. إذن بطبيعة الحال نتابع هذه الصور التابعة للتجمعات والسرايا الخاصة للأمن والتدخل. لا بأس إذا استحضرنا أيضا شخصية تاريخية ونحن نتابع صور قواتنا المسلحة. نتحدث مثلا عن المجاهد محمد المختار الحامد الذي عرف فارسا شجاعا فقيها ورعا، كان على قدر كبير من الدهاء استخدمه في مقارعة الاستعمار الفرنسي، خدع الفرنسيين بإعلان الولاء لهم استجابة لعرض من القائد كابولاني، وحاز ثقتهم إلى درجة أن طلب 500 قطعة سلاح استخدمها ضدهم. نال الحامد بدهائه ثقة الفرنسيين واحترامهم في مرحلة معينة، إلى درجة أن أطلعوه على بعض خططهم ومنحوه بعض السلاح. لاحقا بدأ الفرنسيين يشكون في الرجل بعدما بدا عليه من حزن لمقتل الشهيد سيدي المولاي الزين وانحنائه على جثمانه وقراءة الفاتحة على روحه، حينها وضعوه تحت الرقابة. حاول المجاهد تبديد شكوك الفرنسيين لكنه لم ينجح، خصوصا أنهم أدركوا أنهم لم يحصلوا منه على المعلومات الاستخباراتية المفترض لديهم أن يقدمها طبقا للاتفاق المبرم بينهم. في الوقت ذاته كانت الاتصالات جارية بينه والمقاومة في الشمال داخل البلاد وخارجها، كانت صلته قائمة مع أمير أدرار سيد أحمد اللحم العيد ومع الشريف مولاي إدريس والشيخ مال العينين في الساقية الحمراء، وشارك في معارك كثيرة. حينما وصل الشريف مولاي إدريس نواحي الرشيد
تنقل إليه وللحامد شمال غرب الرشيد مرفوقا ببعض الفرسان، وأمضى معه نحو أسبوع لنقاش الخطط الحربية. وصباح معركة النملان المشهورة رحلت الحلة إلى المكان الموعود، وتزامن الوصول إلى مكان قريب منه مع ضعف في أداء المقاومين، غير أن الحال تغيرت بدخول فرسان الرشيد بقيادة ولي الحامد، حيث أجبر العدو على الفرار بعد أن قتل 7 مجندين وقائدهم. تحولت مدينة الرشيد لاحقا إلى ملاذ آمن للمقاومة، فقرر المستعمر هدمها على رؤوس سكانها. كان ذلك في 16 أغسطس سنة 1998. إذا نتابع هذه الصور. هذه الصور التي كنتم تشاهدون الآن هي التجمعات والسرايا الخاصة للأمن والتدخل. التجمع الخاص للتدخل رقم 1، والتجمع الخاص للتدخل رقم 2. السرية 313 من المنطقة العسكرية 3 وسرية الأمن، والتدخل 611 من المنطقة العسكرية 6 والسرية الخاصة للتدخل 723. نعم، وتشكل يشكل إنشاء هذه التجمعات العسكرية للتدخل والأمن والوحدات الأخرى المكلفة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة الرد العسكري المناسب على التهديدات للأنمطة التي ظهرت في منطقة الساحل والصحراء خلال السنوات الأخيرة، حيث برزت الحاجة إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية بما يضمن القدرة على الاستجابة الفورية لمتطلبات الأمنية الملحة. فتمت مراجعة عقيدة الاستخدام بما يسمح بإنشاء مثل هذه الوحدات، وفي ذلك اعتمد الجيش على خصائص لا بأس لو ذكرتنا ببعضها على الأقل. هذه الخصائص قلنا بأنها القدرة على المناورة والحركة السريعة باستخدام آليات خفيفة. هذه الآليات عابرة للصحراء، وتتمتع هذه التجمعات بكثافة نارية كبيرة، وتمتلك أسلحة متطورة تتراوح ما بين الفردية والجماعية، بالإضافة إلى مضادات للدروع والطيران. الاستقلالية اللوجستيكية، حيث تتوفر هذه الوحدات على احتياطي كاف يمكنها من المناورة بصفة منعزلة لأطول فترة يعني ممكنة. معرفة الميدان والقدرة على استخدام المسالك والطرق في أي عملية محتملة لتطويق العدو واعتراضه. نعم، بعد متابعتنا لهذه المشاهد وهذه الأساطيل من مختلف السيارات ومختلف الأحجام، نؤكد أن قواتنا المسلحة وقوات أمننا برعاية خاصة حظيت بها من طرف السلطات العليا في البلد، وبرعاية أخص أيضا من القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، انطلاقا من مسؤوليات الجيش الوطنية في الدفاع عن مقدسات الوطن وعن حفظ أمنه واستقراره وحماية مكتسباته ومقدراته. حقيقة اليوم يتأكد قيمة المواطن، قيمة الإنسان الذي برز حضوره جليا في جميع هذه المشاهد. نتأكد أن الإنسان المواطن هو المحور الأساس في المؤسسة العسكرية، فبناء أو بناء الإنسان مسلح بالعلم والثقافة قادر على المساهمة في بناء الوطن كان وما يزال مرتكزا أساسيا وهدفا بارزا من الأهداف النبيلة التي يعمل جيشنا الوطني على تحقيقها. وقد تمثل ذلك في الخطط والبرامج التنموية الهامة وفي الاستراتيجيات أيضا التي تمكن بفضلها جيشنا الوطني من قطع أشواط كبيرة في مجالات تطوير مهاراته وقدراته وفي مجال تحديث
مرافقه وجاهزية الثكنات سواء على مستوى العاصمة هنا أو على مستوى الداخل. وذلك إذن طبعا مختار نعم سمحت نعود مجددا للتعليق على هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة. إذن حبذا حضرة الملازمة لو حدثتمونا عن هذه الوحدة التي تمر الآن نشاهد الآن ما هي هذه السرية وما خصائصها. هذه السرية 313 من المنطقة العسكرية، خصائصها مشتركة مع الخصائص العامة للسرايا والتجمعات. تلك الخصائص منها القدرة على المناورة والحركة السريعة باستخدام آليات خفيفة عابرة للصحراء. تتمتع هذه بكثافة نارية كبيرة وتمتلك أسلحة متطورة تتراوح ما بين الفردية والجماعية بالإضافة إلى مضادات الدروع والطيران. استغلالية لوجستيكية حيث تتوفر هذه على احتياط كاف يمكنها من المناورة بصفة منعزلة لأطول فترة ممكنة. معرفة مثلا الميدان، القدرة على استخدام المسالك والطرق في أي عملية محتملة لتطويق العدو واعتراضه. القدرة على نقل المعركة إلى معاقل العدو في ظرف قياسي والقيام بضربات استباقية لإجهاض مخططاته وتنفيذ الوحدات الخاصة مثلا بشكل عام المكلفة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مهام دائمة في زمن السلم وأخرى في زمن بين الحرب. بين الفينة والأخرى نشاهد المنصة على الشاشة شخصيات دبلوماسية، شخصيات سياسية، شخصيات علمية ورجال أعمال. يتواصل إذن العرض المحمول لوحدات الجيش المقدم لي. Nous allons émailler ce reportage par un rappel des vertus et des faits d'armes de certains résistants. Bakar ou le Souaid Ahmed. Bakar est né en 1918. Il est benjamin d'une fratrie. Il est le benjamin de sa fratrie. Depuis sa jeunesse, il était très différent de ses frères. Il avait une forte corpulence. Il était intelligent et téméraire. Disait de lui Pierre Amilat. Il avait toutes les qualités de meneur d'hommes jusqu'à sa mort à Bougadoum en 1905. Il participa à plusieurs combats, dont celui de Maït de Mal en 1904, où il infligea une grosse défaite à l'occupant. En février 1905, il mena une offensive au cours de laquelle plusieurs Français furent tués et leur chef, l'officier Rey, fut grièvement blessé. Il a participé au combat de Dergel, de Rasselville, en avril 1905. Et au combat de Bougadoum, il fut atteint par une balle qu'il acheva trois jours plus tard. Il était un patriarche, il avait plus de 100 ans, mais paix à son âme, il combattait jusqu'au dernier jour, jusqu'à son dernier souffle. Rahimahullah. Rahimahullah, il y a un mot de l'étalique à la soirée à Mamana. Il y a un mot de Mohamed Mahmoud. Mada bi khusus, sérieux de Titomor Lahan. Hadhi. سرية من المنطقة العسكرية السادسة وهي خصائصها نفس الخصائص التي تنطبق على السرايا الأخرى والتجمعات. أيضا هي القدرة على المناورة والحركة السريعة باستخدام آليات خفيفة عابرة للصحراء. تتمتع هذه التجمعات بكثافة نارية كبيرة وتمتلك أسلحة متطورة وتتراوح ما بين الفردية والجماعية بالإضافة إلى مضادات للدروع والطيران والاستقلالية، حيث تتوفر هذه الوحدات على احتياط كاف يمكنها من المناورة بصفة منعزلة لأطول فترة ممكنة ومعرفة الميدان والقدرة على استخدام المسالك والطرق في أي عملية محتملة لتطويق العدو أو اعتراضه، والقدرة على نقل المعلومات إلى معاقل العدو في ظرف قياسي والقيام مثلا بضربات استباقية لإجهاض مخططاته وتنفذ مثلا الوحدات الخاصة المكلفة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مهام دائمة في زمن السلم وأخرى في زمن الحرب.
donc nous allons rappeler certaines caractéristiques de ces unités, de ces GSI et de ces CSI. D'abord, leur capacité de manœuvrer et de se déplacer rapidement en utilisant des véhicules adaptés au désert. Ces groupes ont une grande densité de feu et possèdent des armes modernes allant de l'individuel au collectif, en plus d'armes anti-chars et anti-aériennes. Ils disposent d'une autonomie logistique. Ces unités disposent de réserves suffisantes pour leur permettre de manœuvrer isolément le plus longtemps possible. Ils ont une parfaite connaissance du terrain et une capacité d'utiliser les pistes et routes dans toute opération pour encercler ou intercepter l'ennemi. Ils ont une grande capacité de porter la bataille dans le camp ennemi dans un temps record et d'effectuer des frappes préventives pour faire avorter ses plans. نعم هذه السرايا هي تجمع الأمن والتدخل الخاص رقم 1 والتجمع الأمن والتدخل رقم 2 سرية الأمن والتدخل 611 من المنطقة العسكرية 6 والسرية 313 من المنطقة العسكرية 3 والسرية الخاصة للتدخل 723. هذه السرايا بشكل عام شكل إنشاء هذه التجمعات أقصد التجمعات العسكرية للتدخل والأمن والوحدات الأخرى المكلفة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة الرد السريع المناسب على التهديدات اللانمطية التي ظهرت في منطقة الساحل والصحراء خلال السنوات الأخيرة حيث برزت الحاجة مثلا إلى إعادة هيكل القوات المسلحة الوطنية بما يضمن القدرة على الاستجابة الفورية للمتطلبات الأمنية الملحة فتمت مراجعة مثلا عقيدة الاستخدام تم مراجعتها بما يسمح مثلا بإنشاء هذه الوحدات ومميزاتها هي التي ذكرنا. نعم إذن تتابعون مشاهدين الكرام موريتانيا تحتفل بلادنا بهذا اليوم الأغر يوم 28 من نوفمبر المجيد وهي إذ تحتفل تقف وقفة تأمل واعتزاز على كل منجز من التنمية والبناء وعلى ما وصلت إليه المؤسسة العسكرية من تقدم ورفعة وازدهار ولا ريب أن كل مواطن اليوم على هذه الأرض الطيبة المعطاء يستشعر معاني الحب والانتماء والإخلاص والوفاء لهذا الوطن الغالي كيف لا وعجلة التنمية لا تتوقف على المسير على أنغام الموسيقى العسكرية وبحركات وانضباط منتظمين تتابعون منذ بدء هذه الاحتفالات عروضا متنوعة بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني حيث تنظم القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن هذا العرض العسكري وذلك بمشاركة وحدات راجلة ومحمولة تابعنا مرحلة جزءها الأول ونواصل الجزء الثاني للجيش الوطني الدرك الوطني الحرس الوطني الشرطة الوطنية وأيضا للتجمع العام لأمن الطرق والمندوبية العامة للأمن المدني وإدارة الأزمات تتواصل العروض ويواصل المواطن الذي خرج باكرا من بيته إلى ساحة الميدان الاستمتاع بهذه العروض التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن للوطن رجال ما زالوا يقظين صامدين دفاعا عن هذا الوطن وعن حوزته. إذن كما أسلفنا نواصل نقل فعاليات هذا العرض العسكري الكبير ونحن الآن في المراحل الأخيرة من العرض المحمول بطبيعة الحال شاركت
وحدات مختلفة تابعة للجيش الوطني وكذلك الدرك الوطني والحرس الوطني والشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق والمندوبية العامة للأمن المدني وإدارة الأزمات. تتواصل الوحدات التابعة للجيش. إذن هل من فكرة الملازم محمد محمود عبدي عن السرية التي تمر أمامنا هذه اللحظات؟ السرية التي تمر أمامنا هي من بين السرايا والتجمعات التي ذكرنا آنفا، وتشترك في نفس الخصائص مثلا. والآن تظهر في الصورة مديرية الاتصال والعلاقات العامة، والتي تكلف مديرية الاتصال والعلاقات العامة بتقديم الاستشارات إلى قائد الأركان العامة للجيوش في مجال الاتصال والمساهمة بطريقة فعالة ودائمة في تنمية القيم العسكرية والدفاع عنها وتأمين النفاذ إلى المعلومات التي تهم الرأي العام من خلال العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالنشاطات العسكرية للمواطنين والهيئات الإعلامية في الوقت المناسب. أشرت زميل مختار في مستهل العرض إلى أن البلاد تاريخيا عرفت برفضها رغم شح الوسائل وندرة الأدوات، رفضها إذن للخضوع والاستسلام، رفضها للذوبان والانصهار في ثقافة الآخر. وحينما نادانا الوطن تنادينا جميعا له، لبى الجميع، أجل بلا استثناء. دخلنا في مواجهة كبيرة انتهت بنصرنا وحصولنا على الاستقلال. غايتنا إذن حماية حوزتنا الترابية، صون وحدتنا، تسيير شؤوننا بأنفسنا. سالت الدماء وانهمرت الدموع. الأمر يتعلق بحكاية طويلة وقصة شيقة نواصلها بعد فتح هذا القوس مع الملازم محمد محمود. تظهر الآن كتيبة الإشارة وأنظمة المعلوماتية. تم إنشاء كتيبة الإشارة وأنظمة المعلوماتية بموجب المقرر رقم 110 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2014-04-09، والمتضمن إنشاء كتيبة للإشارة وأنظمة المعلوماتية. مهامها دعم وتأمين الاتصال مع الوحدات أثناء تأدية مهامها والمساهمة في جمع المعلومات الفنية عن العدو وتجهيز عقد اتصال لصالح مركز العمليات المتقدم لتأمين الاتصال مع التجمعات القتالية وربط الجميع بمراكز تخطيط وقيادة العمليات في الأركان العامة للجيوش والتكفل بجميع عمليات إصلاح عتاد الإشارة والمعلومات على مستوى الوحدات. تشارك في تدريب وإعادة تأهيل أفراد الإشارة داخل الوحدات، وتوزع كذلك عتاد الإشارة والمعلومات المخصص للوحدات من طرف مديرية الإشارة. وتكفلت كتيبة الإشارة وأنظمة المعلوماتية بتكوين وتجهيز الطواقم المتخصصة بسلاح الإشارة في مختلف الوحدات والتشكيلات، كما تكفلت بتجهيز الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام. تشارك الكتيبة اليوم بثلاث سرايا تستعرض بأجهزة ذات قدرة متوسطة وأخرى ذات قدرة عالية وعتاد جديد
من الجيل الثالث يجلب لسلاح الإشارة ميزات نوعية مثل التسفير والتعقب والحصول على البينات. تفوت الفرصة على المقدم ليف لتسليط ضوئيا على هذه الكتيبة التي تمر الآن أمام المنصة. De transmission et des systèmes informatiques, il a été créé en 2014 et il a pour mission, entre autres, la liaison avec les unités engagées en opération et le renseignement sur l'ennemi, établir des nœuds de communication et relier les groupements de combat avec le centre opérationnel avancé, le CPCO. Et il a pour mission également de réparer le matériel. نعم الآن مشاهدين الكرام تتابعونا. طلايع كتيبة المدرعات حسب ما أعتقد. هذه الكتيبة كتيبة المدرعات أنشئت سنة 1990 وهي جزء من الاحتياطي العملياتي، وبفضل قدرتها على الحركة والمناورة في مختلف الميادين الجغرافية الوطنية وكذلك قدرتها النارية الهائلة خاصة منها المضادة للدبابات وما توفره من حماية، فهي بفضل هذه الخصائص مؤهلة للتدخل في مختلف الظروف التعبوية. مهمة كتيبة المدرعات الأساسية هي تدمير مدرعات العدو، ولكن بفضل خصائصها القتالية النوعية فإنه يمكن أن تسند إليها أيضا أي عملية يغلب عليها طابع القوة والعنف من قبيل إجهاض الأعمال الهجومية المعادية بضربات التوقيف والهجمات المضادة، إحداث ثغرة في ترتيب العدو وخلق جسر يمكن القوات الصديقة من الالتفاف على العدو أو مباغتته في أي وقت، احتلال منطقة جغرافية لمدة معينة لأغراض عملياتية. أيضا من هذه المهام الصعبة تدمير مقدرات أو مقرات القيادة المعادية وخلق البلبلة في صفوف العدو لصالح قواتنا المسلحة وخاصة كتيبة المدرعات. إذن أجهزة ومعدات من مختلف الأحجام ومن مختلف التخصصات تمر عبر المنصة الرسمية. ministère de la défense du 27 octobre 1990. Le bataillon blindé est une unité qui fait partie de la réserve du commandement. Par son excellente mobilité adaptée à notre environnement géographique allié à sa puissance de feu considérable, particulièrement anti-char et sa protection rassurante, il est capable d'intervenir en toutes circonstances. Il a une grande capacité de feu et il peut détruire des blindés ennemis en profondeur. Il peut aussi participer à la destruction d'objectifs. Et là, l'an, Mme Katiba Jadid. مديرية المدفعية. تم إنشاء مديرية المدفعية سنة 1986 وتكلف بمهام دعم ناري بكل أشكاله للقوات المسلحة. تتكون هذه المديرية من صنفين من المدفعية: أرض جو. تكلف مديرية المدفعية بالمهام التالية: حماية المنشآت الاقتصادية والمنشآت الهامة كالمطارات والموانئ، وحماية ودعم ضد وحماية ودعم القوات الصديقة ضد الهجمات الجوية والأرضية، تغطية القوات الصديقة أثناء تنفيذ المهام القتالية، وتدمير قوات ومنشآت العدو عن طريق الرمايات المباشرة وغير المباشرة. وتستخدم مديرية المدفعية لذلك ترسانة عسكرية قوية تتضمن مدافع وصواريخ حديثة قصيرة وطويلة المدى. المهام الخاصة تشارك مديرية المدفعية بصفة فعالة في مكافحة الإرهاب، كما أن لديها تاريخا حافلا
في المشاركة في حفظ النظام والمساعدة. إذن لياقة بدنية على قدر التحدي وجاهزية مطلقة. مديرية المدفعية تشارك في هذا العرض كما تتابعون في الصورة صوتا وصورة براجمات صواريخ أرض أرض قصيرة المدى 107 ملم وبعيدة المدى 122 ملم، مخصصة لتدمير الأهداف البشرية المحصنة والآليات المدرعة، كما أن لديها قدرة كبيرة على الحركة وكثافة نارية هائلة. أيضا تشارك هذه المديرية بسلاح 23 ملم أرض جو، سلاح 23 أرض جو محمول على سيارات أنموك، وهو سلاح يوفر غطاء فعال للوحدات أثناء انتشارها، كما يشارك في حماية النقاط الحساسة ضد أي اعتداء جوي معادي. إذن هذا بخصوص مديرية المدفعية. نترقب من حين لآخر ظهور كتيبة اللوجستيك، لا أدري إذا كانت الكاميرات المنصوبة باتجاه الناحية الأخرى من العرض قد اقتربت من أخذ صور لكتيبة اللوجستيك. سبق أن أشرنا إلى أن الحدث يمتلك نكهة خاصة في سياق استحضار تاريخ أمة، في سياق استحضار قصة شعب، ونقدم بعض المعطيات السريعة بخصوص مديرية المدفعية مع المقدم ليف. Donc nous allons présenter quelques indications sur la direction de l'artillerie. Elle a été créée en 1986. L'artillerie relève de l'autorité directe du chef d'état-major général des armées. Elle est composée d'unités sol-sol et d'unités sol-air. Elle assure l'appui-feu des forces et se charge de protéger les installations et points névralgiques d'importance stratégique, protéger, couvrir et appuyer les unités ennemies, détruire les forces et installations ennemies par des tirs directs et indirects. La DIRART participe au défilé avec deux batteries de lance-roquettes sol-sol de courte portée de 107 mm et de longue portée de 122 mm et une batterie de 23 mm sol-air portée sur camion de type Inimog. إذن باتجاه كتيبة لوجستيك، هل نرى الآن صور من الظاهر أنها بعيدة شيئا ما، سننتظرها. هي الكتيبة السابقة للقفز المظلي، تحدثت عن حكاية الاستقلال، عن قصة الشعب وشفى الله الشاعر الكبير أحمد بن عبد القادر الذي كان موفقا ومبدعا بنصه الذي جرى على كل لسان وحمل عنوان قصة شعب حول ماض عشناه دمعا وحزنا وانتفضنا منه انتفاض الكماد، حول ماض يعطيك قصة شعب عبق بالفخار والمكرمات، زاره عقبة المجاهد قدما حاملا دين أفضل النسمات، وانتمى بعد ذا لقيس وذهل وقريش العلا وسعد منات، عاش والدهر يصطفيه ويحمي عزه بالطموح والمعجزات، كلما دارت القرون تراه مستنار الجبين صلب القناة، كلما دارت القرون تراه يرضع العز من زمان مؤاتي، بينما كان هكذا في أمان يرفل الحظ حوله في أناتي، إذ تبدى على سماه غبرار شاحب الوجه أقتم الجنبات، إلى أن يقول محنا ذقتها مضاما كقومي، خانعا تحت وطأة النكبات، هائما كالصدى تلقفه الأعماق أو كالأحلام والخلجات، نفسي جمرة وقلبي لهيب في لهيب تمجه زفراتي،
وأنيل الحياة، وهو جريح بفؤاد مقطع النبرات، فيه ألف وألف ألف انطلاق حائر بين زحمة النبضات، وانعتاق الوجود ألهم نفسي حكمة قلتها بذاتي لذاتي، ليس في عالم العذاب عذاب مثل خنق الحياة في ذي الحياة. والقصيدة طويلة، ونحن الآن أمام كتيبة اللوجستيك، ليس كذلك؟ نعم، هو كذلك. كتيبة اللوجستيك تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 545 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 12 يوليو 2011، وتعتبر أول وحدة لوجستية عملياتية يتم إنشاؤها على مستوى الجيش، وهي مكون من مكونات مديرية العتاد التي هي جزء من الأركان العامة للجيوش. كتيبة اللوجستيك هي عبارة عن مفارز ترافق الوحدات المدعومة، وهي تشارك في هذا العرض بورشات إصلاح مجهزة متنقلة، ويمكن إجاز مهامها في الدعم التقني لصالح تشكيلات الجيش الوطني، والقيام بتحسين خبرة المختصين والسائقين على الميدان، وضمان وصول الدعم المباشر للوحدات. قامت كتيبة اللوجستيك منذ نشأتها وحتى اليوم بمواكبة جميع تحركات ونشاطات مختلفة لتشكيلات الجيش الوطني. هذه إذن هي كتيبة اللوجستيك بمهامها وبأبعادها. نعم، تفضل. Nous allons apporter quelques précisions sur le bataillon logistique. Le bataillon logistique a été créé en 2011. Il est la première unité logistique opérationnelle au niveau de l'armée nationale. Constitué de détachements qui accompagnent les unités soutenues, il est chargé des missions suivantes. Le soutien technique des formations militaires, le recyclage des spécialistes et conducteurs sur le terrain, l'acheminement du soutien direct aux unités, et il participe au défilé avec des détachements de réparation et d'entretien. نعم زميل تقي الله، حقيقة مع حرارة الشمس التي بدأت تطفو على المشهد العام، نلاحظ أن الجمهور هذه اللحظات بدأ يتفيأ ظلال ما ينعم به هذا الوطن الحبيب من أمن وأمان ورخاء ورفاه في موريتانيا العزيزة. حقيقة اليوم يمكن أن نجزم أنه تم بروز الجيش بجميع قدراته، بروزا بين للثقة العميقة لقدرات جيشنا الوطني التي تشكل ملمحا قويا ومميزا في هذا اليوم الوطني بكل المعايير. حقيقة سيارات من مختلف الأحجام وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية في شتى صنوبها، سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب وتداعياته وأصنافه، أو بالتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها، أيضا في التواجد في الميادين سواء كانت برا او بحرا او في الجبال. نحن الان نشاهد صور اخيره اكتملت وحده اللوجستيك، وتلاحظون على الشاشه الجمهور العريض خلف وحده اللوجستيك، وهذا يشير الى نهايه العرض المحمول. نحن الان نتجه الى القفز المظلي، وبطبيعه الحال سيأخذ الوقت ربما دقائق. تعلمون أن
القفز المظلي من اختصاص الكتيبة الأولى للصاعقة والمظليين، وحسب معلوماتي سيتم هذا القفز من خلال مجموعتين، مجموعة أولى مشكلة من 5 أفراد والثانية من 6 أفراد، وتضم المجموعتان مختلف الرتب العسكرية، ضباط، ضباط صف وجنود، وكلهم من مظليي القفز الحر. هذه صور أخيرة لكتيبة اللوجستيك للتذكير طبعاً، وأثناء المناورات أو المهام العسكرية يقفز المحترفون من ارتفاع 4500 متر، لكن أعتقد أنه هذه المرة سيكون الارتفاع على بعد على ارتفاع 2500 إلى 2000 متر. هو كذلك؟ نعم نعم هو كذلك. مما يطمئن زميلي تقي الله على نجاح مهمة المظلين الجو الهادئ الذي يبدو هو الآخر أحس بهذه النخوة اليوم، نخوة الشعب الموريتاني، وثمة أريحية واضحة في المناخ العام وفي حالة الطقس تطمئن بأن أبطالا هناك في الجو في سماء نواكشوط سيظهرون بمظاهر من الشجاعة والتضحية والنضال، هذه المرة شجاعة على في الفضاء، تأكيدا على أن الجيش الموريتاني قادر على مواجهة التحديات حتى ولو عانى العدو، وصل العدو عنان السماء. حقيقة من حين لآخر وما إن تكتمل هذه المسيرة هذه السيارات حتى تبدأ كما ذكر زميل تقي الله مع المحطة الأخيرة الخاتمة لهذه التظاهرة المهمة تتعلق بقفز المظليين، وسيأخذ قفز المظليين وقتا من أوقات الحاضرين، لكنه سيكون ممتعا بحول الله نظرا لصعوبة التحدي ولطبيعة المهمة. إذن بطبيعة الحال الزميل المختار نحن الآن في انتظار القفز المظلي، وهو كما أشرت تقنية احترافية، هناك عوامل كثيرة تؤثر في عمليات القفز منها الحالة المناخية من البعد إلى غير ذلك. للتذكير أشير إلى أن هذا العرض مسبوق باستعراض بمعنى تفقد أداه رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني مرفوقا بقائد الأركان العام للجيوش الفريق محمد بومبا مقت. إذن استعراض للوحدات الراجلة والمحمولة التي مرت وتمر الآن أمامنا أمام المنصة. بعد اكتمال الإنزال المظلي سنبث الصور الخاصة بالاستعراض ونعلق عليها. إذن ماذا محمد محمود ملازم محمد محمود ماذا بشكل عام عن ضوابط وقواعد الإنزال المظلي؟ الإنزال المظلي تتحكم فيه ظروف المناخية أساسا، وهذا الإنزال لكتيبة الصاعقة والمظليين يعني من فئة المظليين، وسوف يتم هذا القفز من خلال مثلا مجموعتين كما أؤكد، المجموعة الأولى مشكلة من 5 أفراد والثانية من 6 أفراد، وتضم المجموعتان مختلف الرتب العسكرية، ضباط صف وجنود، وكلهم من مظلي القفز. وفي العادة ويعني بما يؤكد العوامل التي تؤثر على القفز المظلي أن القفز للمحترفين يكون أساسا من 400 4500
ولكنهم يقفزون اليوم من ارتفاع 2500 إلى 2000. يقفزون يعني حسب 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 الظرفية حسب ظرفية وحسب يعني وحسب قوة الرياح. بطبيعة الحال بدون شك المخرج لابد أن يأمر المصورين بتصويب الكاميرات في اتجاه الأعلى. نحن نترقب الآن الحصول على صور أولية للميداليين. تاريخيا هناك أحداث إنزال معروفة، مثلا في الحرب العالمية الثانية هناك عملية إنزال على ساحل نورماندي، وهو إنزال مشهور يدرس الآن في الجامعات العسكرية، وتقام احتفالات للتذكير بمدى الدقة التي أداها جنود في تحرير فرنسا حينها. وبطبيعة الحال الميداليون يلعبون أدوار كبيرة في أخذ مكان أماكن مناسبة لتطويق العدو وخلق الفارق. يجري الحديث كذلك عن تطور آخر في مسيرة الإنزال الميدالي خلال حرب جزر فوكلاند. استخدمت بريطانيا مروحيات بدل الاعتماد على سلاح المظلات، وكان هذا نقلة كبيرة في التاريخ العسكري. هذا لا يعني أنه غاب الدور الأساسي والجوهري للمظلين. إذن نشاهد أول مظل الآن على الشاشة. إذن كما أسلفنا هناك مجموعتان، مجموعة أولى مشكلة من 5 أفراد والثانية من 6 أفراد، وتضم المجموعتان مختلف الرتب العسكرية، ضباط صف وجنود. Donc là nous voyons pour la première fois le premier parachutiste arborant le drapeau national, donc qui se présente devant la tribune officielle pour atterrir devant les autorités. إذن ميغلي يحمل العلم الوطني، نتمنى له هبوطا موفقا. سيكون موفقا بإذن الله نظرا للياقة البدنية والتدريبات العسكرية المهمة التي ظهر بها الجندي الموريتاني والضابط في المحافل الوطنية والدولية. نذكر هنا مناورات فلينتلوك التي شهدتها موريتانيا قبل فترة، حيث شاد المشاركون وهم من دول شتى بالتدريبات وبمستوى التدريب لدى الميداليين الموريتانيين، حيث تم إنزال أفراد وضباط كتيبة الصاعقة بالميداليين على الجبال الراسخات أحيانا وقت الزوال، وأحايين أخرى في غسق الليل. طبعا المهمة تتطلب التدخل في مثل هذه الحالات. على ذكرت قبل لحظات أن الإنزال نعم وصل. إذن هبوط موفق وتحية كبيرة لهذا الميضلي. إذن ذكرت كما أشرت الزميل المختار إلى أن عمليات الإنزال تتطلب أحيانا اختيار أوقات خاصة، مثلا في إنزال نورماندي كان ذلك صباحا على تمام الساعة 6:30 يونيو 1944. إذن الميضلي الثاني يقترب. الظاهر من الصورة أن ثمة تحكم لحد الساعة، أمانينا له بالتوفيق. الملازم أحمد محمود. إذن هبوط موفق أيضا للميضلي الثاني وتحية. إذن محمد محمود حبذا لو أعطيتنا فكرة عن الآليات، معنى التقنيات التي استخدم الميضلي أثناء الهبوط، تأثرا بالمناخ، تأثرا بحركة الرياح، تأثرا بتحديد الهدف. الميضلي الثالث يقترب.
حقيقة هي لحظات خاصة، لحظات استثنائية. المظلي أمام تحدي أن يصل إلى المنصة، أمام المنصة الرسمية، وهو الآن هذه اللحظات أيضا. تحكم كبير، تحية أيضا لهذا إنزال موفق للجميع حتى تمام الآن. تمام. إذا محمد محمود، الملازم محمد محمود، سألت عن الضوابط بمعنى الآليات الدقيقة التي ينفذها المظلي أثناء عملية الهبوط، انطلاقا من تحديد الهدف، انطلاقا كذلك من التعاطي مع الحالة المناخية، وحتى من المسافة التي يتم من خلالها الإنزال. ماذا بخصوص هذه التقنيات؟ بالنسبة للمسافة، المسافة ليست مسافة محكم فيها بالضبط. هناك محترفون وهناك متدربين. ما يتعلق، نعم، هذه المجموعات مجموعات من المحترفين. و على الشاشة المظلي الرابع، تواصلون، المظلي الرابع يقترب. ما يتعلق بالعوامل الأخرى، عوامل الدخان مثلا يحدد بها المظلي اتجاه رياح، وتؤثر كذلك عليه نفسه عوامل الرياح، كل ذلك من العوامل التي تؤثر على المظليين. إذن هذا المظلي الرابع. للتذكير، المجموعة الأولى تتضمن 5 مظليين. إذا المظلي الرابع يقترب من الميدان، نتمنى له هبوطا موفقا أمام المنصة. إذا على بركة الله وممتاز، تحية كبيرة لهذا المظلي. إذا في انتظار المظلي الأخير من المجموعة الأولى، كما أشرنا المجموعتان تضمان مختلف الرتب العسكرية، ضباط صف جنود. إذا المظلي الخامس، وتحية إذا لهذا المظلي. ننتظر إذا بين الفينة والأخرى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية مشكلة من 6 أفراد. أشرتم الملازم محمد محمود إلى أن أفراد المجموعتين محترفون، مع أنهم تلقوا تدريبات ممتازة في هذا السياق. نعم، تلقوا تدريبات على الصورة ممتازة. الآن مظليان، إذن هذا ضمن المجموعة الأخيرة. هذه مراحل الأولى، يأخذ المظلي وقته ويستخدم خبراته للاقتراب من النقطة الهدف. أعتقد أنكم تحددون ويحددون هم أيضا وسط الميدان كخيار نموذجي. اسمح لي فقط زميل تقوى الله، أشير فقط إلى ملاحظة مهمة، أن جودة الصورة هذه المرة تبدو واضحة جلية. فقناة موريتانيا قبل فترة استخدمت تقنية HD، والتي من خلالها تمكننا من مشاهدة هذا المظلي وهو على بعد أمتار في الهواء في الفضاء. لذلك فقط ننوه بأهمية هذه الخدمة التي تحققت وأصبحت متحصلة لدى قناة موريتانيا. إذا تتضح الصورة بجميع تجلياتها وبألوانها، ويصل هذا المظلي الآن وهبوط موفق ممتاز. لا أدري هل اكتمل العدد، نحن على كل حال كنا في انتظار 6 أفراد ضمن المجموعة الثانية. ننتظر موقتا، وأشير كما أسلفت إلى أن هذا العرض مسبوق باستعراض كافة الوحدات الراجلة والمحمولة. إذن هذا مظلي آخر وهبوط ممتاز جدا، تحية لهذا المظلي. إذن أعتقد آخر المظليين
ننتظر للتأكد قليلا. مظلي آخر في الهبوط. تحية لهؤلاء النشاوس. ممتاز. تحية لهؤلاء. كما أسلفت هذا العرض مسبوق باستعراض من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ غزواني مرفوقا بقائد الأركان العام للجيوش الفريق محمد بومبو مجد، استعراض للوحدات المشاركة في هذا العرض سنبثه بحول الله بعد اكتمال إنزال المظلي. إذن مظلي آخر، مظلي آخر وربما أخير ضمن هذه المجموعة الثانية. وهبوط موفق ممتاز. تحية لهؤلاء. إذن إضافات سريعة، محمد محمود الملازم محمد محمود بخصوص تقنيات الهبوط المظلي. كملاحظة، إذن مظلي آخر كملاحظة. أعتقد أيضا أنه بالإضافة إلى تحكم هؤلاء وأدائهم الممتاز، الحالة المناخية كذلك كانت معهم لا ضدهم. طبعا الحالة المناخية كانت معهم. وقلنا بأن هذا الجزء الذي تنفذه أفراد الذي ينفذه أفراد من الكتيبة الأولى للصاعقة والمظليين من فئة المظليين يتم أو تم من خلال مجموعتين. المجموعة الأولى مشكلة من 5 أفراد والثانية من 6 أفراد، وتضم المجموعتان مختلف الرتب العسكرية، ضباط وضباط صف وجنود. إذن الآن تشاهدون على الشاشة صور المظليين وقد جمعوا الأمتعة بعد هذا الهبوط الموفق. سيأخذون أماكنهم في الصف للسلام والتحية من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني. إذن هؤلاء المظليون أبلوا بلاء حسنا في هذا العرض. إذن رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني مرفوقا بقائد الأركان العام للجيوش الفريق محمد بومبا مجد في اتجاه هؤلاء المظليين لتحيتهم والسلام عليهم. إذن وزير الدفاع الوطني كذلك السيد حنان والسيدي، التحية والسلام لهؤلاء المظليين بطبيعة الحال بدون مصافحة نتيجة للإجراءات الاحترازية. وقى الله بلادنا كل شر. رئيس الجمهورية يحيي المظليين المشاركين في هذا العرض العسكري الكبير المقام احتفاء بمرور 60 سنة على ذكرى الانعتاق والحرية، ذكرى الاستقلال، وصورة مشتركة، صورة للمظليين مع رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، رئيس الجمعية الوطنية، قائد الأركان العامة للجيوش وشخصيات عسكرية ومدنية أخرى. نقترب الآن من اكتمال هذا الحدث الكبير الذي بدون شك تابعتموه مشاهدنا الكرام، وأنتم تشعرون بالعز و الافتخار، تستحضرون المجد التليد
وتتوقون بحزم وعزم إلى مستقبل وضاء. إذن رئيس الجمهورية والوزير الأول وباقي الشخصيات والشروع في المغادرة بعد اكتمال هذا الحدث الكبير. كما أشرت سنأخذ خلاصات سريعة مع الفريق الذي شاركنا في تغطية هذا الحدث، وستبث بعد دقائق صور الاستعراض، صور التفقد الذي أداه رئيس الجمهورية مرفوقا بقائد الأركان العامة للجيوش للوحدات الراجلة والمحمولة المشاركة في هذا الاستعراض العسكري الكبير. لاحظوا حشود الجماهير التي حرصت على مشاركة قواتنا المسلحة وقوات أمننا